تم العشلي طبعا السوريه اللي انشدت انشده دينيه وابتهالات دينيه. طبعا كابتن اسلام في انتظارك من بدري، كل جماهير النادي الاهلي في انتظارك كابتن اسلام، عوده ليك كابتن اسلام الشاطر، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا الشريف شعبان من سهره عائله النادي الاهلي الى ملعب الاهلي. الحقيقه كل سنه وحضراتكم طيبين، دايما بنبدا مع حضراتكم بكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير في خلال كل شهر رمضان. الحقيقه النهارده حصل حاجات كتيرة جدا طوال اليوم أو طوال التلات أربع أيام السابقة. لو تاخدوا بال حضراتكم إن خلال الفترة السابقة بالكامل النادي الأهلي التزم الصمت تماما في كل الأمور. النادي الأهلي التزم الصمت في كل الأمور فيما يخص مؤجلات الدوري وكذا وكذا وكذا، لحين ما وصل شيء رسمي أو برقية رسمية للنادي الأهلي من المباريات اللي هتتلعب كذا وكذا 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 وكذا. الحقيقة برضو أنا قدامي ورق كتير وقدامي كلام كتير جدا ممكن أتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن بالنسبة لي أنا هبعد عن الورق شوية وهتكلم بالمنطق والعقل. هتكلم بالمنطق والعقل مع إن أنا عارف إن في ناس ما عندهاش لا منطق ولا عقل. ولكن أنا بخاطب جمهور النادي الأهلي وبتكلم مع جمهور النادي الأهلي وعارف كويس جدا إن هم عندهم أو بيعرفوا يفكروا بالمنطق والعقل عكس ناس تانية خالص، لكن تخيلوا حضراتكم ان من الممكن جدا ان ينتهي الدوري العام المصري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. شيء طبيعي، شيء بنتكلم فيه بمنتهى المنطقيه وبمنتهى الامانه، ان من الممكن جدا ان ينتهي الدوري العام المصري قبل نهايه بطوله او قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. هل الطلب ده طلب غريب؟ هل هو طلب غير عادل؟ هل هو طلب في مشكلة لحد؟ طيب لو لم ينتهي الدوري قبل بداية كأس الأمم ماذا سيحدث؟ واحدة واحدة مع بعض وواحدة واحدة نتكلم علشان نوصل لحقيقة أو عايزين نوصل لحاجة مهمة نتكلم فيها مع حضراتكم. الدوري ما انتهاش وكمل أو لم يكمل أو لم ينتهي قبل نهاية كأس أو قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، ماذا سيحدث؟ مش النادي الاهلي بس، كل أندية الدوري العام المصري هتفضل قاعدة ومستنية لغاية 20/7، لغاية نهاية كأس الأمم الأفريقية اللي موجودة في مصر إن شاء الله أو التي ستقام في مصر وإن شاء الله سوف يتم التنظيم بشكل رائع والبدايات مبشرة. تخيلوا حضراتكم إن أنت كلاعبين في الدوري العام المصري هيقعدوا شهرين شهرين ما بيعملوش أي حاجة غير إن هما بيتمرنوا فقط. ان هما بيتمرنوا بس ما بيعملوش اي حاجه، بيتمرنوا بيتفرجوا على كاس الامم الافريقيه اللي بتقام في مصر شهرين، في حين ان انا ممكن اخلص كل ده يوم 10/6 يوم 9/6، ان يتم تاجيل معسكر المنتخب 3 4 ايام لقدام، تتزقل قدام شويه، ولن يؤثر باي طريقه على المنتخب الوطني. تخيلوا حضراتكم ان ممكن لعيبه تقعد شهرين شهرين ما بتعملش اي حاجه غير ان هي قاعده بتتمرن وبتتفرج على كاس الامم الافريقيه وتستنى لبعد نهايه كاس الامم الافريقيه، في حين ان انت ممكن تخلص قبل نهايه كاس الامم الافريقيه قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. هو في ايه يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو دلوقتي الموضوع قلب ليه اهلي وزمالك؟ هو ليه الموضوع قلب اهلي وزمالك؟ هو عندما بيدور النادي الاهلي على حقوقه وعلى حقوق بقيه الانديه تبقى اهلي وزمالك؟ لما حد يطلع ويقول انا او مسؤول في اتحاد كره القدم يطلع يتكلم ويقول ان المفروض ان يحصل كذا 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 وان المباريات تنتهي قبل نهايه كاس الامم الافريقيه، يقول لك اصل ده اهلاوي، اصل ده مش عارف ايه. ليه الموضوع ماشي كده؟ هو هل ممكن ان في حد ممكن يفكر ان الكاس او الدوري العام المصري يقعد لما بعد نهايه كاس الامم الافريقيه؟ هو ليه ما ينفعش نخلصه قبل نهايه او قبل بدايه كاس الامم الافريقيه يا جماعه؟ الموضوع بسيط جدا 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 ومش محتاج كل الموضوع ده كله. اي حد دلوقتي بيطلع يقول هي في وجهه نظر واحده لناس معينه شغاله، اي حد بيطلع يقول عكس وجهه النظر دي او اي وجهه نظر اخرى بيتشتم وبيتعمل وكذا وكذا وكذا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ النادي الاهلي بيدور على حقوقه،
النادي الاهلي هيفضل يدور على حقوقه، او مجلس اداره النادي الاهلي هيفضل يدور على حقوق النادي الاهلي لغايه اخر وقت. هو اللي بيحصل ده، هو في حاجه اسمها حرس الحدود او الجونه بغض النظر عن الزمالك، في حاجه اسمها كده في الدنيا، في تاريخ كره القدم، في حاجه اسمها ان فريق هيلاعب فريق او فريق اخر؟ انا ما شفتهاش في التاريخ، في تاريخ كره القدم. تخيلوا حضراتكم ان الجدول اللي نازل نازل فيه حرس الحدود او الجونه سيلاقي الزمالك، حرس الحدود او الجونه سيلاقي نادي الزمالك يوم 3/6. انا ما شفتهاش في تاريخ كره القدم. هل ده يعقل يا جماعه؟ هل الكلام اللي مكتوب ده والجدول اللي نازل ده يعقل؟ هل ممكن حد يصدق ان ده جدول في واحده، في واحد من اقدم الدوريات في افريقيا وفي العالم العربي؟ النادي الاهلي التزم الصمت طوال الفترات السابقه بالكامل. النادي الاهلي، خلينا نروح بقى للورق شويه. النادي الاهلي هقول لحضراتكم من يوم 22 نوفمبر، من يوم 22 نوفمبر 2018 لعب كم مباراه؟ النادي الاهلي كان بيلعب بمعدل 3 او 4 ايام كل مباراه، كل 3 او 4 ايام. الاهلي والمقاولين 27 نوفمبر، الاهلي والجونه 5 بتروجيت والاهلي اول ديسمبر، الاهلي والجونه 5 ديسمبر، الاهلي والجيش 9، الاهلي وجيما جيفارا يوم 14، الاهلي والنجوم 17 ديسمبر، الاهلي وجيما جيفارا العوده يوم 23 ديسمبر، الفريق الاثيوبي طبعا في بدايه البطوله الافريقيه، الداخليه والاهلي 29 ديسمبر، بيراميدز والاهلي 4 يناير، سموحه والاهلي 8 يناير، الاهلي وفيتا كلاب 12 يناير، الثوره شبيبه الثوره والاهلي يوم 18 يناير، في الجزائر المقصه والاهلي يوم 24 يناير، دجله والاهلي يوم 28 يناير، الاهلي وسيمبا يوم 2 فبراير، انبي والاهلي يوم 5 فبراير، الاهلي والحدود يوم 8 فبراير، وهقول لكم دلوقتي ايه اللي حصل في مباراه الاهلي وحرس الحدود. سيمبا والاهلي يوم 12 فبراير، الانتاج في تنزانيا، الانتاج والاهلي يوم 16 فبراير، الاهلي والداخليه يوم 20 فبراير، الجونه والاهلي يوم 24 فبراير. في ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا جماعه؟ بس انا عايز افهم هو في ايه؟ عمرنا ما بنحب نتكلم في امور مش من المفروض ان احنا نتكلم فيها، ولكن الناس بتدفع في اتجاه معين. اي حد بيبص لحاجه غير دي بيتشتم ايه 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 اللي بيحصل ده في كره القدم؟ احنا اول مره نشوف هذا الشكل وبهذا المنظر. هو في ايه؟ هل الطبيعي ان لعيبه النادي الاهلي وبقيه الانديه تستنى شهرين عشان خاطر فريق في الدوري المصري؟ بالمناسبه كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته يوم الحد القادم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله عشان يحصل على هذه البطوله، علشان يكون تاني نادي بعد النادي الاهلي بيحصل على هذه البطوله. ان شاء الله ربنا يكرمه يوم الحد القادم ويفوز نادي الزمالك بالبطوله الافريقيه. ملهاش علاقه خالص بالكلام اللي احنا بنقوله. الكلام اللي احنا بنقوله النادي الاهلي بيدور على حقه. امتى هنسوق لعيبه وامتى هنجيب لعيبه وامتى هنمشي لعيبه؟ مش النادي الاهلي لوحده بالمناسبه. ده كل انديه الدوري العام. انا النهارده او من امبارح، امبارح والنهارده عمال اعمل تليفونات اسال المديرين الفنيين القريبين مني، بتكلم معاهم بمنتهى الحريه، مش هقول اسماء، لكن معظمهم، معظم المديرين الفنيين في الدوري العام المصري قالوا لي يعني احنا ما بنشوفش اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده في تاريخ كره القدم احنا ما شفناهوش. يعني ايه تقعد شهرين وانت عارف مثلا ان انت فريق هتنزل، مثلا النجوم او الداخليه يقعد يستنى شهرين عشان هو يلعب فريق الزمالك بعد كاس الامم الافريقيه، في حين ان الموضوع سهل وبسيط، في حين ان الموضوع سهل وبسيط. يطلع اي حد يطلع يتكلم ويقول يا جماعه صح، الناس دي عندها طلبات مشروعه، ومن حق النادي الاهلي ان هو يطلب هذه الطلبات، ومن حق حرس الحدود ان هو يطلب هذه الطلبات، ومن حق بتروجيت ان هو يطلب هذه الطلبات. يتشتم والمقاولين، الناس بتتشتم عادي جدا، معرفش ليه. هل مش من الطبيعي ان احنا نحاول؟ النادي الاهلي بيدور على حقوقه وبيدور على حقوق بقيه الانديه. ايه المشكله لما يحصل كده؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو لماذا هذا الـ مش عارف اسميه ايه؟ انا الحقيقه مش عارف اسميه ايه. بقول لحضراتكم جدول نازل في حرس الحدود او الجونه،
مش هقول اكتر من كده. يعني ده كفيل بان احنا اقفل الحلقه بقى خلاص، حرس الحدود او الجونه. تخيلوا حضراتكم ان في جدول في الدوري العام المصري، واحد من اقدم الدوريات في العالم العربي والعالم الافريقي وفي القاره الافريقيه، بيكتب فيه حرس الحدود او الجونه. تخيلوا حضراتكم كده وتقول لي تكافؤ فرص، وتقول لي اللعب النظيف النظيف، تكافؤ فرص ايه ولعب نظيف ايه؟ مش فاهم انا هو ليه بيحصل كل ده يا جماعه. ما نقعد على ترابيزه واحده والكل يقول وجهات نظره، وفي الاخر عندما يجتمع كل اللي موجودين او كل اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء اللي موجودين في الدوري العام المصري 18 فريق ويقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، هل لما اطالب ان الدوري ينتهي قبل بدايه كاس الامم الافريقيه هل ده غلط؟ هل ده غلط؟ انا ما شفتش بصراحه، عمري في حياتي ما شفت كده. واللي يكسب يكسب، واللي يتغلب يتغلب، اللي يتغلب خلاص اهو اتغلب، واللي يكسب يكسب. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لو انتهى الدوري؟ كل الامور هتبقى جيده، اللاعبين في الدوري العام المصري ال 18 نادي اللي موجودين في الدوري العام المصري هياخدوا راحه سلبيه جيده وهيقعدوا يستنوا. لكن تخيل بقى حضرتك ان انت تستنى لغايه يوم 20/7 وبعد كده تستنى لما الزمالك يلعب بقيه مؤجلاته، وبعد كده الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض، واللي يكسب يكسب برضه واللي يتغلب يتغلب، وبعد كده تلعب بقى وتشوف تبتدي الدوري الجديد امتى. وكاس مصر وكاس السوبر برضه في السك. يا جماعه هل ده تفكير منطقي؟ هل ده تفكير عقلاني؟ الفرق اللي عندها ناس معاره، والفرق اللي عندها، خليني اتكلم عن النادي الاهلي، مش عايز اتكلم على انديه اخرى، ولكن النادي الاهلي عنده لاعبين معارين، عنده لاعبين موجودين عايز يشتري لعيبه. تخيلوا حضراتكم مثلا النادي الاهلي عايز يجيب اي مركز من المراكز اللي موجوده، مش هيقدر يعلن عن اسم اللاعب اللي موجود ولا ينزل التمرين الا بعد نهايه الدوري اللي هو بعد شهر 8 على اول 8 اللي جاي. طب هل ده يصح؟ هل الكلام اللي انا بقوله ده يستقيم؟ واي مسؤول يطلع، مفيش غير وجهه نظر واحده ماشيه، اي حاجه تانية غير وجهه النظر دي فيها شتيمه، كل الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. اي حد يطلع يا جماعه، ما الناس بتدور على مصلحه الكره المصريه. مصلحه الكره المصريه ان ينتهي الدوري العام المصري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، هي دي المصلحه اللي بندور عليها كلنا. اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب. اللي يكسب يكسب واللي يتغلب يتغلب. بالمناسبه بعدين نبقى نتكلم في المواضيع دي. لكن اللي بيحصل ده يا جماعه امر مش طبيعي. اللي بيحصل امر مش طبيعي. امر مش طبيعي. كل الانديه او معظم الانديه، مش هقول كل الانديه، معظم الانديه الدوري العام المصري، وهنحاول نجيب لحضراتكم دلوقتي تليفونات نسال الناس على الهواء مباشره امام حضراتكم، هل الدوري لو خلص قبل كاس الامم هيبقى بالنسبه لك كويس ولا بعد كاس الامم بالنسبه لك كويس؟ ابتدي ادي لاعيبتي راحه سلبيه، وابتدي ادي لاعيبتي اختار اللعيبه اللي انا عايز اجيبها، ابتدي اختار اشوف اللعيبه المعارين اللي انا مطلعهم بره مين اللي هيجي ومين اللي مش هيجي، اخد راحتي، اخد راحتي، سواء بقى نزلت او كسبان دوري او خسران دوري او هبطت او لم تهبط. والانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه، كل ده لازم يتظبط. كل ده ما بيتظبطش في يوم وليله بالمناسبه. كل ده ما بيتظبطش في يوم وليله. هو لما تيجي تتكلم بالمنطق والعقل، ليه الناس بتعمل كده؟ ليه؟ هو ليه اللي بيحصل ده كله ليه؟ أجل المنتخب 3-4 أيام بالاتفاق مع خفير أجري. إيه اللي هيحصل؟ لما يتأجل 3-4 أيام، عندك من يوم 26 نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، وإن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. بعد نهاية هذه المباراة، عندك من يوم 26 ليوم 8 ولا 9 ولا 10، تقدر الزمالك يخلص مبارياته والأهلي يخلص مبارياته وكل الفرق تخلص مبارياتها. وينتهي الدوري العام، واللي بقى كل واحد عايز يعمل فريقه، يجيب لاعبين، يجيب مدير فني، يجيب اي حد. عندك 18 نادي، لكن تفضل قاعد مستني مش عارف هتعمل ايه كمان شهرين.
هل ده يصلح يا جماعه؟ هل ده الطبيعي ان ده يحصل؟ وبعدين الناس تقول لك اصل ايه؟ اجلنا اجلته للنادي الاهلي وما بتاجلوش لانديه تانية. لا يا جماعه، ما هو انت لما اجلت للنادي الاهلي، بالمناسبه انا جبت لحضراتكم الاهلي من يوم 22 نوفمبر لعب كل 3 ايام مباراه تقريبا، بما فيهم بقى ايه؟ سفر افريقيا، بما فيهم هقول لكم برضو، هقول لكم لجنه المسابقات في الاتحاد المصري رفضت تاجل مباراه الاهلي وحرس الحدود، وانا كنت مع حضراتكم على الهواء في ذلك الوقت، كان معايا الحاج عامر حسين، قعد تقريبا مكالمه تلت ساعه او 20 دقيقه او 25 دقيقه، رفض ياجل مباراه الاهلي وحرس الحدود يوم 8 فبراير، لان النادي الاهلي كان مسافر في لمواجهه تنزانيا يوم 12، بعديها باربع ايام، يعني النادي الاهلي لعب حرس الحدود 8 وسافر يوم 9 الصبح، لعب يوم 12 ورجع يوم 13، لعب يوم 16 مباراه او يوم 17، ولعب قبليها قبل مباراه حرس الحدود ام بيوم 5. حاجات غريبه جدا وحاجات مش منطقيه. لما كان النادي الاهلي بيتم تاجيل مباريات ليه في البطوله الافريقيه، كانت المباريات دي بتتلعب كل 3 ايام، وجت ضد مصلحه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما كانش بيفتح بقه، وكان بيلعب كل 3 ايام مباراه، حفاظا على الكلام اللي اتقال والجواب اللي بعته مجلس اداره النادي الاهلي، وقال فيه ان هو هيلتزم بان هو يلعب كل 3 ايام مباراه، وما بينهم ما بينهم المباريات الافريقيه، كل المباريات الأفريقية ملعوبة. يعني أنت الأهلي وفيتا كلاب يوم 12 يناير، شبيبة الثورة يوم 18، المقصة والأهلي يوم 24، دجلة والأهلي يوم 28، الأهلي وسيمبا يوم 2 فبراير، إنبي والأهلي يوم 5 فبراير، الأهلي والحدود يوم 8 فبراير. من حق كل مجلس إدارة أن هو يدور على مصلحة ناديه، فما بال حضراتكم إذا تلاقت مصلحة النادي الأهلي مثلا مع كل الأندية أو مع معظم الأندية، الأندية كلها أو معظم الأندية عايزة تنتهي من الدوري العام المصري قبل يوم قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. الأندية المصرية أو معظم الأندية في الدوري العام المصري تريد شيء واحد فقط، وهو العدالة وعدالة اللعب أو اللعب النظيف. إن المباريات كلها تتلعب في وقت واحد، وإن المباريات كلها تقام. وده البيان اللي صدر من مجلس إدارة نادي بتروجيت ومن مجلس إدارة نادي حرس الحدود. ايه العيب في اللي بنقوله ده؟ ايه المشكله في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام اي كلام؟ يا جماعه من فضل حضراتكم، وانا بوجه كلامي لاتحاد كره القدم، يجب ان يكون هناك موقف خلال الفتره القادمه بان ينتهي الدوري العام المصري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. لو ما انتهاش قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، الله اعلم بقى السنه الجايه هيبقى فيها ايه؟ الله اعلم السنه الجايه هيبقى فيها ايه، ومين اللي هيوافق ومين اللي مش هيوافق، وكلام كتير جدا ممكن يتقال. بالمناسبه النهارده وحتى الان دعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم الى اجتماع طارئ لمناقشه ما حدث خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا من موضوع المؤجلات، وصدور بيان رسمي من اتحاد كره القدم المصري النهارده، بعدما قرر اتحاد كرة القدم المصري تشكيل لجنة يترأسها كابتن احمد شوبير نائب رئيس النادي او نائب رئيس اتحاد كرة القدم. هذه اللجنة كلفت الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة. تصور ايه يا جماعة؟ تصور ايه؟ هو لسه هنحط تصور؟ ما الموضوع باين، كل أندية أو معظم أندية الدوري العام المصري تريد أن ينتهي الدوري العام المصري قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. إيه اللي هيحصل لو ده حصل؟ مش فاهم أنا. شيء غريب وشيء غير منطقي، وكلام الحقيقة بيوديك لاتجاهات أخرى. أنا مش عايز أدخلها في أهلي وزمالك بالمناسبة، ما بتكلمش على أي حد، أنا بتكلم على حق النادي الأهلي وحق بعض أندية الدوري العام المصري.
النهارده انا شايف تصريح لكابتن حسام حسن بيقول ان الدوري العام واللي بيحصل في الدوري ده تهريج، على الرغم ان هو ضمن البقاء. كابتن طلعت يوسف النهارده شايف برضه تصريح ليه ان هو بيتكلم عن ان لو المباريات اتلعبت بعد كاس الامم الافريقيه هيبقى فيها ظلم كبير جدا للناس، وهو في موقف صعب جدا نادي الاتحاد السكندري. طب وبعدين يا جماعه احنا هنفضل ماشيين في هذه الاتجاهات ازاي؟ وبتروجيت والمقاولين كده، وبتروجيت والمقاولين كده نفس الكلام. هو المسابقه هتدار من خلال ناديين ثلاثه في الدوري العام المصري كله، 18 نادي اللي هيديرهم اثنين او ثلاث انديه فقط عايزين كذا او عايزين كذا، او بالتليفون احنا عايزين كذا ومش هنلعب كذا وهنعمل كذا. ايه يا جماعه الكلام ده؟ يجب ان يكون هناك موقف واضح من اتحاد كره القدم المصري خلال الفتره القادمه، موقف النادي الاهلي بعد قليل ان شاء الله اول ما ينتهي اجتماع مجلس الاداره الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف عام على كره القدم، هنقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل. هنقول لحضراتكم النادي الاهلي قرر ايه، او مجلس اداره النادي الاهلي قرر ايه وهيعمل ايه خلال الفتره اللي جايه. ولكن خلينا نحسبها بالعقل وبالمنطق، واحده 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 واحده، بعيدا عن كل الكلام اللي انا بقوله ده، وبعيدا عن كل الحاجات دي كلها، المباريات تنتهي قبل كاس الامم ولا بعد كاس الامم؟ حد يقول لي قبل ولا بعد؟ العقل بيقول ايه؟ بلاش العقل، فنيا اي مدير فني بيقول ايه؟ هنحاول نجيب لحضراتكم تليفونات من المديرين الفنيين او رؤساء انديه الدوري العام المصري، نشوف برضو رايهم، عايزين نعرف الاراء ماشيه في اتجاه ايه، وماشيه عايزين المباراه تنتهي قبل ولا بعد، ولا الدنيا هتبقى ماشيه في انهي اتجاه. النهارده بعد قليل ان شاء الله هيكون معايا ثلاثة من نجومنا الكبار كالعادة زي ما حضراتكم عارفين هنا في ملعب الأهلي، نتناقش معاهم الحقيقة فيما يحدث وفيما يعني في حرس الحدود أو الجونة. هل النجوم اللي هتبقى معانا بعد قليل هل شافوا الموضوع ده قبل كده؟ حرس الحدود أو الجونة؟ النهارده هيكون معانا زي ما قلت لكم النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن احمد بلال، نجوم كره القدم ونجوم ملعب النادي الاهلي. ايضا هيكون معانا ناقدنا الرياضي الكبير الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع. هتكلم معاهم في كل هذه الامور، رايهم ايه؟ انا عايز اعرف راي حد يقول لي بس، هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بعيد عن المنطق ولا كلام منطقي؟ هنشوف، هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنلتقي مع حضراتكم مرة أخرى ونجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي الكبار في الجزء الاخير زي ما قلت لحضراتكم في ملعب الاهلي. هذه الحلقه خاصه جدا لانها بعد قليل سيكون هناك قرارات من اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم. هنشوف بقى القرارات اللي هيتخذها مجلس اداره النادي الاهلي، اول ما هتكون معانا جاهزه هنقولها لحضراتكم على طول. خلوني ارحب بضيوفي الكبار، واحد من اساتذتنا ومن كبار الاعلاميين في مصر وفي العالم العربي استاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ شرفنا ونورنا وسعداء جدا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت بالف خير وسلامه، وطبعا يعني كباتن مصر موجودين، مش عايز اضيع يعني الترحيب من حضرتك بيهم، لكن من هنا ومن مصر ومن مدينه الانتاج حاجه كده مصريه عبقريه لكل العالم، يا رب كل خير وسلام مع رمضان ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. ايضا النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، ازيك يا كابتننا؟ مشرف ومنور، سعداء جدا بوجودك معانا. كل سنه وانت طيب، وكل سنه العشر الاخير من رمضان يبقوا ايام علينا جميله جدا يا رب. رمضان جري ايه بسرعه بسرعه جدا، والله بعوده ان شاء الله. ان شاء الله بعوده ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك، شرفنا ومنورنا دائما يعني. ربنا يخليك. استاذ عصام، الحرس او الجونه؟ الحرس او الجونه مالهم؟ ايه رايك في ايه؟ في الحرس او الجونه؟ هناك جدول
نازل تعليقا يعني على لا اصل انا الحقيقه بالنسبه لي الموضوع ده موضوع صعب جدا. هل حضرتك شفته انت استاذنا في الكلام ده، انت هل شفت ان في نادي هيلعب يوم 3/6 في نهايه الدوري العام المصري من المفترض يعني ويتكتب له في جدول المسابقات الرسمي او الجدول الرسمي اللي نازل فريقين مختلفين حد فيهم اللي هيلعب؟ هل شفتها في حته قبل كده؟ الحقيقه انا مش عارف انت وجهت السؤال ده للجنه المسابقات ولا لا. وجهته كتير والله للحاج عامر حسين، يعني لو الناس تقدر تتواصل معاه الزملاء في الاعداد، ايه المقصود باو يعني؟ هل هناك عثرات؟ هل هناك ربما شيء طلب بيه واحد من الفريقين؟ واحنا عرفنا النهارده كان في اجتماع لسماع رغبات الفرق التي تطالب بتكافؤ الفرص، وبالتالي ما لم يكن هناك شيء ما يدعو انه لو عاوز الحاج عامر يصدر جدول سريع مثلا، وبالتالي اضطر يكتب الفريقين الذي لم ينتهي بعد من تسكين واحد منهم. نظر عن اي التباس ان تضع في موعد فريقين او اللي حضرتك بقى قلتها، لانه للامانه انت بتقول حرس او جونه، انا تصورت ان انت مش هترجع لها تاني، لان هي كانت ايه الحوار الدائم الحقيقه من ساعه ما ظهرت، وبالتالي انا تصورت ان هناك جديد بين الحرس والجونه. تخيل كل مره هيتقال الحرس او الجونه هيتحط الدوري المصري وجدول الدوري المصري ومسؤولين الكره المصريه في مكان أضعف مما يتخيله بشر في وقت الكرة المصرية تستحق الأفضل يا كابتن إسلام. طبعا أنا مع حضرتك، ولكن قبل ما حضرتك تكمل أنا برضو لا أتفهم حضرتك بتقول إن ممكن يكون في حاجة حصلت. ده أنا بقول لك ده مجازا، حتى لو في مجازا أنا لا أتفهم هذا الموضوع. طبعا لا أتفهم، ده أنا بقول لك أنا لا أتفهم هذا الموضوع، لأن أنا الحقيقة مش عارف. طب أنا ممكن أنا كالحاج عامر مثلا يعمل إيه؟ عنده علاقات جيدة بكل الفرق صح؟ في المجازي ده الجزء الأهم مش إنه في حاجة بقى، ده الجزء الأهم إنه كان محتاج يطلع الجدول مثلا. عارف زمان لما كانت الجرايد تسافر في القطر كان في حاجة كده، وإحنا يعني محررين يقول لك الطبعة الثالثة يا جماعة، فأنت بتضطر لأنه الجدول ده لازم يتاخد من إيدك دلوقتي يا جماعة. ده أنا لسه ما قلتش ده ولا ده، ده مجازا اللي هو فوق الخيال. أنا معاك طبعا، عشان كده بقول لك المجاز مش إنه يكون عندهم، المجاز إنه يكون كان مطلوب منه يسلم الورقة دي، وإلا مثلا في حكم بالإعدام. تخيل توصل لكده، وبالتالي لا ده فيه ولا ده فيه. إزاي يصل من يدير الدوري المصري أن يضع في خانة ترتيب فرق في أسبوع الدوري الأخير أو اللي حضرتك قلتها، أو تخيل وتفضل فعلا تقولها كل شويه يا كابتن اسلام، او ايه رايك يا كابتن بلال، او ايه رايك يا كابتن شريف، او المره اللي فاتت قلت لبلال احمد بلال او اسامه حسني واحد فيهم. انا بقول لحضرتك طب خلينا قبل ما نكمل كلامنا ونسترسل في هذا الكلام، خلينا نروح للاستاذ محمد عادل المشرف العام على كره القدم في المقاولين العرب، نعرف رايه برضه فيما يحدث في جدول الدوري العام المصري، ونعرف راي نادي المقاولين فيما يحدث. كابتننا ازي حضرتك؟ اهلا اهلا يا كابتن واهلا بيك، شرفنا وكل سنه وحضرتك طيب. استاذ عصام وكابتن بلال وكابتن مين معك كمان؟ كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. ممتازه وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير. دايما يا رب يا باشمهندس. يعني اولا بحييك على الفتره الاخيره، نادي المقاولين العرب عامل انجازات جيده جدا في ظل وجود حضرتك كمشرف عام على الفريق وكابتن عماد النحاس كمدير فني على الفريق خلال الفتره الاخيره. الله يخليك، ده من ذوقك. والحقيقه الحمد لله كابتن عماد قدر يعمل حاجه السنه دي ممتازه للمقاولين العرب، ولان هو مدرب محترم على خلق عاليه وعلى فنيات عاليه. هو جاهز، وانا امتلك مجموعه من اللعيبه السنه دي الحقيقه عندهم الطموح ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس ايه رايك فيما يحدث في الدوري العام المصري؟ عايزين نتكلم بصراحه. بالظبط. اللخبطه مش جاتش من النهارده. مظبوط مظبوط. النهارده احنا اندنقنا في مزنق خطير جدا وبقى لوغاريتم صعب حله ازاي؟ مده بسيطه مطالب فعلا عشان نبقى منطقيين لازم يبقى فيه زي العالم كله بيشتغل لتحقيق البطوله للبطل او للنادي اللي هتنزل
شيء يتطلب ان يكون في حياه كامل ومواعيد ثابته لاداء المباريات. النهارده انت عملت مؤجلات كتير طول السنه وقعدت تفرط في تاجيل المباريات بغض النظر عن الفرق، وده لو ما لقيتش ده تقول اشمعنى ده، ولو ما لقيتش ده اشمعنى ده، وخدنا فتره طويله انا كنت بعتبر ان هناك تم تاجيلات مش عايز احدد انديه بعينها بدون داعي للمرحله اللي احنا النهارده احنا في مزرعة خطير جدا. ولابد فعلا من انهاء اللعب جميع المباريات واتاحه الفرصه للجميع في وقت واحد. النهارده بتتكلم في 10 12 يوم، الزمالك متاجل له خمس مباريات. صعب تقول ان الزمالك النهارده يلعب الخمس مباريات لانه هيلعب يوم 26 وبعد كده انت عايز تبطل ثلاثه. نعم. يعني بتتكلم في 6 و3 ايام 9 ايام عشان النادي يقدر يلعب. لا صعب طبعا. صعب جدا. لكن اذا كنا نستطيع ان مبارياته مع الفرق اللي هتهبط تاخد اسبقيه لكم ماتشين في خلال الفتره دي او 3 بالكثير، ما اعتقدش ممكن تلعب 3، يبقى يفضل ان يتعمل هذا الكلام وتتاخد اولويه الاول للفرق اللي بتصارع على الهبوط. لكن حضرتك ما عندكش مشكله مثلا كنادي مقاولين، وانا بتكلم في الموضوع ده فنيا بقى باشمهندس، ان انت تقعد 60 يوم تستنى مباراه بعد 60 يوم؟ انا ما اعتقدش ان انا بالذات في مباراه لتاكيد مباريات. نعم. ان النادي الاهلي ما طلبش تاكيد مباراه المقاولين. والنهارده مباراه المقاولين ومباراتي مع بتروجيت يوم 3/6 وبتروجيت احد الفرق اللي بتصارع، لكن لو انت اكلتني بقى شهرين عشان العب بتروجيت، ايوه اعتقد ان ده شيء يعني غير مقبول. آه يعني انت حتى فنيا احنا بنتكلم فنيا ده داخل بقى على فتره راحه وبعدين بدايه فتره تعداد وبعدين لعيبه جديده بالظبط، حتى هنا تكافؤ الفرص وتفقده هو مزنق صعب. لكن طب ما عندكش حل يا باشمهندس برضو من خلال ملعب الاهلي نقوله؟ ما هو الحل الوحيد يا كابتن اسلام ان الفرق اللي فعلا ليها مهمه مؤجلات، يعني ماتش الاهلي والزمالك في فرق هتنزل ممكن ده ما يتلعبش دلوقتي لان الفرق اللي هتنزل تاخد لان كل المؤجلات مع نادي الزمالك. نعم. فلازم الثلاث فرق اللي على وشك الهبوط يتاح لهم نادي حاجه. بالحقيقه ما سمعت الكلام امبارح يمكن بترخيص شويه من الحاج عامر حسين ان هو مراعي القصه. يعني ما اعرفش انا، يعني انا سمعته امبارح يمكن في اخر الحديث مش كامل، لكن انا سمعت ان هو مراعي انه فعلا حتى اخر مباراه عملها للزمالك يا الجونه يا حرس. طب انت لو جالك يا باشمهندس محمد، انت حضرتك بقالك يعني وقت طويل جدا كمشرف عام على كره القدم ويعني عارف الكلام ده كويس جدا، هل قبل كده حصل ان نادي المقاولين جاله ان انت بتلعب فريق او فريق اخر؟ لا طبعا هي جديده، بس هو مزنوق لها ليه برضه؟ معلش اتفضل. لان ممكن تكون الفرق اللي هيلاعبها يعني الاثنين فرصتهم ممكن يكونوا عدوا، يعني ناقصهم ماتشين. نعم. يلعبوا قبل الماتش ده فممكن يكونوا يعدوا يفضل فرقه، يبقى هي دي اللي ممكن تبقى داخله في الصعود او الهبوط. نعم. ده يعني هي حاله ما حصلتش قبل كده. لكن لما تشوف المعنى منها ان الفرقتين معرضين، لكن لو لعبوا ماتشينهم اللي قبل المباراه دي ممكن فعلا حد منهم يعدي وبالتالي الثاني اللي يبقى الاقرب. ما هو طب هو هيلاعب اللي هيعدي ولا اللي استريح؟ يعني اللي هيعدي ولا اللي لا هيلاعب اللي هو لسه هو لسه هيلعب اللي هو لسه ممكن ما يعديش او يعدي ده هيلعب، وبالتالي هنا يبقى حقق المساواه ما بين الجميع. انا سمعت الكلام ده امبارح، انا كنت الاول مش يعني مستوعب الموضوع، لكن لما سمعت منه امبارح لقيت ان هو ده اقرب الحلول للمزنق اللي احنا فيه حاليا علشان نقدر نحقق العداله، وفي الوقت نفس الفرق اللي نازله تبقى نزلت والدوري اللي تحت اشتغل في مواعيده، وهيتبقى طبعا ناس ثانيه هتبقى بتطلع تاجل مع بدايه الموسم.
طيب يا باشمهندس محمد معلش اخيرا، لو اجلت مباراه المقاولين مثلا وبتروجيت او المقاولين والاهلي، ما حدش عارف لسه ماذا سيحدث خلال الكام يوم اللي جايين دول، عندكش مشكله ان انت تستنى 60 يوم يعني؟ دي ما فيهاش مشكله بالنسبه لك؟ مع المصلحه العامه والظروف اللي انا شايفها كابتن اسلام، الامور مش محتاجه تصعيد، لان احنا برضو لازم نبقى يعني حاسين كويس قوي ان الموسم ده كان فيه ظروف كثيره خارجه عن اراده الجميع. لكن انت حضرتك مثلا ما عندكش حل ان احنا نأخر مثلا معسكر المنتخب من يوم 6، هو المفروض يوم 6، نقعده مثلا لغايه يوم 9 ونخلص المباريات كلها والدوري كله، يخلص الدوري كله وتبقى فيه تكافؤ للفرص واللعب النظيف يتاح للجميع مثلا يعني؟ شوف انا حضرتك بتكلم بصراحه، يا ريت ومحدش يزعل مني. لا ما فيش زعل، زعل ايه؟ انت كده اوجدت شماعه بحاله الله لا يقدر لاخبار المنتخب. بص يا كابتن اسلام، اتفضل. في لاعب كبير قوي طبعا وعارف قوي ان اللعيب ما بيصدق اي فرصه يقول ايه اتحاجج فيها، سوري يعني. والمدرب بس اذا كانت المصلحه العامه بتؤدي الى كده. نعم، اذا كانت المصلحه العامه، ما هو حضرتك بتتكلم على المصلحه العامه، اذا كانت المصلحه العامه بتودي لكده او بتقول لك انت مين اللي هيستنى شهرين؟ انت يعني انت مثلا المقاولين بتنافس على المركز الرابع مع المصري، خلاص؟ ايه الدوافع اللي هتديها لعيبتك خلال الشهرين عشان يتمرنوا كويس؟ هتجيب لعيبه جداد امتى؟ هتعمل ايه؟ يعني انا من وجهه نظري انا بتكلم فيها من الناحيه الفنيه مش اكتر. الكلام بتاعتك مظبوط، ويمكن مش عايز اقول لك انسى بقى لما تعمل فيها كده، لان انت عشان تأهل اللعيبه بالظبط على النفسيه اللي هم فيها دلوقتي انت يعني الله اعلم دي بقى. لكن انا بتكلم انت النهارده الحل ده ممكن يبقى واقعي جدا لو قبل اداره المنتخب هذا الكلام وما قالتش دي حجه ان لو حصل اي اخفاقات، رغم ان الثلاث ايام اللي بتقولهم دول لن يؤثروا في شيء. لن يؤثروا لن يؤثروا في اي شيء اطلاقا. انا معاك مليون المية. يعني انا معاك مليون المية لن يؤثروا في شيء. اشكرك يا باشمهندس على وجودك معانا ودائما رايك الصريح، شكرا جزيلا للمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم في نادي المقاولين العرب. كابتن شريف، ايه راي حضرتك في اللي بيحصل؟ والله انا معاك تماما في حكايه حرس الحدود او الجونه دي، يعني عامله احتقان يعني، كان وما شرحوش ليه هم قالوا يعني ما حدش خرج علينا وقال ليه هم اتحطوا في مأزق ان هم يحطوا نفسهم في هذه الاختيار يعني هذا الاختيار. ما هو المهندس محمد عادل قال لك ايه؟ قال لك يا استاذ عصام يا كابتن بلال، قال لك ان احنا او هو سمع الحاج عامر حسين امبارح وهو بيتكلم في هذا الموضوع، قال ان ممكن واحد فيهم يكون لعب ماتش قبله وكسب مثلا فخلاص وصل للنقطه 38 فعدى، مش فارق معايا يعني، مش فارق معايا يعني، فيلاعب الفريق الثاني لا يلاعب الفريق الثاني مع نادي الزمالك يعني. وبالتالي هنا هو سمعه فين؟ اكيد في احد البرامج، معرفش في البرامج قال كده حاجة، انا معرفش يعني. انا لحد دلوقتي هي في العموم ما وصلتناش كلنا حتى يعني اي تبرير او اي شكل عشان احنا ما نطلعش نتكلم ونقول حاجه جديده علينا حرس الحدود او الجونه، دي مش موجوده يعني، دي ما انا معرفش يعني. اثارت دخلتنا في حاجات جانبيه كمان، ولو فيها كابتن شريف زي ما حضرتك يعني بيحاول المهندس محمد عادل يقول لنا كانت تتكتب ملحوظه في الجدول يعني المطبوع، ليه السبب اللي خلاهم قالوا كده يعني. عشان ما حدش يرجع يقول من حقوق والعداله بتاعت كل الفرق ان هي تتشكك في الكلمه دي، يعني ايه مع معناها؟ انت ما شرحتليش حتى. انا بيني وبينك حتى لو جديد علينا بصراحه يعني، حتى لو كانت كده انا من وجهه نظري ان هو ما ينفعش يكتب في جدول حرس الحدود او الجونه. انا خايف يا كابتن لا يكون حد عاجبه الخناقه بتاع الاهلي والزمالك دي الحقيقه. ده انا هقول لك على حاجه ثانيه، الاحتقان وده مشهد مش حلو ابدا. مش ده يعني لبلد، لا انا بحاول ابعد، بلد بتتعافى وحتى عنوان اسمه مصر الجديده وارادتنا الكل ان نظهر في ابا صوره، حد عاجبه الشنكله دي؟ هم اول ناس طلعوا قالوا ده موسم استثنائي ودخلت علينا بطوله الامم الافريقيه. نعم، وده يعني ادهى بالناس دي، هي اللي بتحضر لكل حاجه وهي اللي بتقول كل حاجه وهي صاحبه القرارات وصاحبه كده بالعداله لكل الفرق. صحيح. خاصه ان السنه دي مش عاديه يا اسلام، ده السنه صراعات جامده جدا على الصراع والهبوط والبقاء، وفي مشتعله جدا في مين هياخد الدوري وفي القمه، ومشتعله بين فرقتين دلوقتي، فلازم النظر زي ما احنا بنتمنى النادي الزمالك يوم الاحد ان شاء الله انه يكسب طبعا ويحل لنا مشاكل كتير. ملهاش علاقه بالمواضيع لا لا، دي بتحل مشاكل يا اسلام كبيره قوي يعني، لو خدوا ان شاء الله البطوله يوم الاحد هتحس ان الدنيا
هبطت الدنيا ابتدت بقى الناس تفكر صح الدنيا هتهدى بقى هتهدى وانا بقول لك انا بقول لك من الشارع المصري والدنيا والاحتقان هيخف شويه نعمل مش عارف دي هتبدل الدنيا تبقى شكلها لطيف شويه شكل بقى الفرق اللي هي بتحارب على حقوقها ومواعيدها ما تعمل زي كل الفرق اللي اشتركت في كاس الامم زي تونس مثلا تونس بتودي اللعيبه يروح يلعبوا الماتشات بتاعتها وترجع المعسكر تاني ايه المشكله بالظبط بلاش تاجيل المعسكر يا عم انت تحت اربع خمس ايام بتقول يعني اديهم اكسجين وبعدين الاربعه لعيبه اللي هنا والاربعه لعيبه اللي في الزمالك والاربعه لعيبه اللي هم في التنافس الشديد على البطوله معروفين خلاص اعتقد منهم الثوابت يمكن هيكون مروان صبح مروان محسن هو اللي ليه حق الاشتراك في تنزانيا ويشوف الدنيا في رجل يعتمد عليه ولا هو ولا احمد علي صح باقي اللعيبه هو عارفهم كويس قوي مشتركين طول الدوري ما وليد سليمان هيكون ليه الحق فالراجل ده معاك كمنتخب بيروح على الماتش بتاع الاهلي يروح يلعب ويرجع لك تاني ايه اللي هيحصل ولا حق خالص انما احنا هم لعيبه الاهلي انما احنا بقى مش عايزين نبص للناس اللي هي ما عندهاش الاستثناء بتاعنا وما عندهاش الاحتقان بتاعنا وما عندهاش الاشكال اللي بتحصل عليها دلوقتي في السوشيال ميديا والحاجات دي كلها وبيفكروا التفكير اللي انت نفسك فيه لصالح الدوله لصالح الانديه كلها لعدم ان احنا نرجع عليهم كابتن لازم لانه السنه الجايه يا جماعه لابد من دوري فخم أيوة. يليق بالبلد دي مزبوط. انا باكد لكم على مسؤوليتي في امم افريقيا الكان 2019 هتطلع بصوره موندياليه الدوله لديها اراده ان كل الملفات تبقى حاضره بشياكة الشياكة في كل مناحي البلد مش الرياضة بس وعندك فرق شيك جدا جاية وفرق محترمة جدا تحط يعني. للي جاي زي ما الكابتن اسلام قال وانتوا كباتن كورة ازاي هتسجل ازاي يبقى عندك بقى رابطة محترفين مش النهاردة حتى الكلام طالع كل واحد يبقى يحجز ويعمل هو الحاجات دي لسه بتطرح احنا مش في دورة رمضانية احنا في الدوري العام لكن املنا ان الزمالك يفوز يوم الاحد بص انا بقولها لك عصام اقول لك على حاجه ان شاء الله لما يكسب الزمالك مرضيه لجمهور الزمالك لجمهور الزمالك تعب الدنيا هديت شويه طبعا ان في بطوله حصل عليها نتمنى حصلنا عليها كمصر ان شاء الله يكسب ولكن ده بعيدا عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه تماما الموضوع ده فيه شك فيه طرف معاك فيه هتدي له الدنيا هتدي له تهدى له الدنيا الدنيا وهيعرف تصور اللي بيقولوه كل الفاهمين اللي هم بيقولوا ان هذا الذي يحدث يؤثر على موسم قادم يجعله استثنائي على الزمالك والاهلي طيب. وكل الفرق معلش قبل بس ما اروح لبلال انا اسف يا بلال خلينا برضو نروح للواء مشهور احمد مدير التنفيذي لحرس الحدود سياده اللواء ازي حضرتك يا فندم ازي كابتن اسلام ازيك انت حبيبي ازي حضرتك وحشنا جدا ودايما كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير حياتي ضيوفك الكرام كابتن عصام شلتوت والكابتن احمد بلال والكابتن شريف عبد المنعم كل سنه وانت طيب يا سياده اللواء الله يخليك كل سنه وانتم طيبين انت طيب انت طيب سياده اللواء يعني انا طبعا تشرفت بان انا اكون موجود مع حضرتك لمده ثلاث سنوات في نادي حرس الحدود وعارف قد ايه انت ده شرف لينا وانت يعني كنت قيمه كبيره فندم ربنا يخليك ده شرف ليا صنع بطولات لنادي حرس الحدود ربنا يخليك يا فندم فانا عارف قد ايه ان حضرتك صريح جدا وعندك يعني كلامك كله صريح عايز اعرف ايه راي حضرتك فيما يحدث الان في موضوع مؤجلات الدوري العام المصري لا انا يعني طبعا انا يعني احنا كلنا بنتمنى لنادي الزمالك انه يفوز ببطوله افريقيا لان انتصار لمصر كلها نعم. واحنا كلنا واقفين في ظهر نادي الزمالك من اول النادي الاهلي كل الانديه ولكن لما تبقى واصل انت المرحله فيها فرق مهدده بالهبوط وفرق بتلعب على الارتفاع فلازم يبقى في نوع من العداله بمعنى ان مثلا الاسبوع ال 34 الفرق المهدده بالهبوط كلها تلعب في توقيت واحد ما ينفعش فرقه تلعب قبل وفي فرق لها مؤجلات تمام فاحنا من وجهه نظري حرس الحدود ان احنا بنتمنى ان احنا نلعب المؤجلات في مواعيدها تمام ونلعب المباريات اللي في الجوله 34 النهائيه كلها في توقيت واحد لتحقيق مبدا عداله وتكافؤ الفرص بين الانديه. نعم. حضرتك شفت الجدول ازاي في موضوع حرس الحدود او الجونه يوم 3/6؟ شفته لان ده ما انا ما شفتوش في جدول على مدى في الكوره 40 سنه ما شفتش ابدا الا مباراه كؤوس مثلا نقول ده الفرقه دي او دي. لسه لم يحدد. لسه لم يحدد. ده للتسميه فقط.
لكن يعني اول مره نشوفها يعني ما حق اول مره لا اول مره تشوفها اصل اللي هو باي يعني طالع باي اللي هو مشهور بقاله مثلا 30 40 سنه في الموضوع فعارف يمكن احنا مش عارفين في حاجات احنا مش فاهمينها وهو بيقولها لنا مرتش عليك صحيح 40 سنه خبره ما شاء الله فعشان كده انا اقصد ان انا اساله هذا السؤال تحديدا يمكن هو شاف حاجه زي دي يقول لنا ان هو شاف حاجه زي دي حاسسها كمان طيب عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم جدا هل انت مع انتهاء بطوله الدوري قبل كاس الامم الافريقيه ولا ما عندكش مشكله فنيا انا بتكلم بقى من الناحيه الفنيه كابتن طارق العشري لما قعدت معاه ولا ما عندكش مشكله ان انت تستنى شهرين قعدت معاه طبعا من مصلحتي مش الحرس بس كل الفرق ان احنا لما نخلص قبل البطوله الافريقيه هتتيح لك فرصه لاختيارات جديده وهتبدا تبدا موسم جديد بتعليمات جديده هتبدا تجهز نفسك بدل ما هركن اللعيبه 55 يوم اعمل ايه اعمل ماتشات وديه ولا هعمل ايه الدوافع اللي هتقولها ايه والحاجات هتقولها ايه وانت عندك مشكله مفيش راحه سلبيه كمان مفيش راحه سلبيه للدوري اللي بعد كده هتبقى الامور صعبه جدا وبالتالي صرف النظر عن النواحي الماديه بتكلم فنيا يعني لا فنيا 50 لو نعمل فيهم ايه يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا سياده اللواء وانا بشكر حضرتك لا احنا كلنا بنتمنى للكره المصريه وبنتمنى للفريق قوم ان شاء الله يشرفنا ويفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه يا رب ان شاء الله يعني يا رب ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا اللواء مرشود احمد المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود بلال انا برضو عايز اسالك لانه انا مش فاهم برضو ايه الظرف اللي اتحطت فيه هذه الكلمه ولكن خلاص خليني ابعد عن موضوع حرس الحدود او الجول ده عشان انا تعبت منه والله يا استاذ عصام مهما اتقال ومهما اتعمل انا شخصيا مش مقتنع مش جاي معايا خالص ان انا مهما كان اسلام واخدين معاهم بتروجيت واخدين معاهم الناس اللي هي بتصارع على الهبوط والبقاء والاتحاد اسكندريه ما هو كل ده صابب على نفس الجمله دي صحيح واخدين في ديلهم الناس دي كمان بالظبط يعني ما اعرفش لكن انا من وجهه نظري ما كانش ينفع يحصل حاجه زي دي وجهه نظر بسيطه ما فيهاش اي مشكله يعني. شوف يا اسلام بس هو شعار كره القدم او شعار الفيفا هو الفير بلاي الفير بلاي ده في اللعب في المباريات في التوقيت في المواعيد كل حاجه انت بتحط الجدول عشان تعمل عداله تمام النهارده الفرقه اللي بتلعب على الهبوط لو انت النهارده في فرقه بتلعب على الهبوط الفرقه الثانيه ريحت مثلا لو النهارده النادي الزمالك بيلعب هو والنادي الاهلي على بطوله الدوري العام بيلعب فرقه بتلعب مع فرقه على الهبوط والفرقه الثانيه ما بتلعبش على الهبوط انت كده لو اخلفت المواعيد يبقى انت كده يعني قضيت على جزء كبير جدا من 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 منظومه كره القدم وهو العداله الفير بلاي بتاعك اللي انت بتلعب عليه هو البطولات وكره القدم مبنيه على هذا الاساس نعم. النهارده لما تقول ان انا هعمل دي نقطه ثانيه لما تقول ان انا هعيد استكمال بطوله الدوري العام بعد بطوله افريقيا ده معنى ان انت بتخالف حاجات كتيره جدا النهارده زي ما قال كباتن من شويه وسياسات اللي هو قال من شويه قال يعني انا النهارده فرقه هتلعب نادي الزمالك مثلا هيلعب مباراته هيستكمل مباراته بعد البطوله بعد البطوله يبقى انت عندك في شهر ونص اجازه الفرقه استعدت ريحت اللعيبه مشت لعيبه جت ترانسفير حصل في لعيبه خلاص في فرق خلاص يعني مش هتهتم اكيد هتعتبر ان المباراه دي مباراه استعداد بالنسبه له لبطوله الدوري الجديد ممكن اقولها برضو في حته فنيه معلش انا اسف يا بلال في الجزء ده وحضراتكم برضو تشاركوني في كل الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده ان ممكن انا عايز اجيب لعيب باك رايت مثلا فانا عايز اجيب اسلام وشريف وكابتن شريف وكابتن احمد بيلعبوا في المكان ده لا فكده كده هيستنوا لا استنى وعندي ماتش مثلا انا هقول لك حاجه اهم من كده او عندي ارتباطات خليني بس اكملها وعندي ارتباطات سواء بنزل او بقى نافس خلاص ازاي انا هعلن ان انا جبت اسلام وشريف واحمد يبقوا عارفين وهيلعبوا الماتش اللي جاي هم اللي هيلعبوا مش اسلام لا انا بكلمك بقى من الفير بلاي كمان انا النهارده كابتن تعاقدت مع لعيبه عقده هينتهي في شهر 6 طب هل انا متعاقد معاك عشان استكمل دوري بلعيب تاني مختلف لا تمام يعني احنا عندنا رمضان صبحي متعاقد 1/6 هيخلص عقد او شهر 6 30/6 هيخلص عقد 29/5 مش هيخلص عقد تمام وهكذا في بعض اللعيبه ممكن تنتهي عقودها هل انا ممكن ليه انا تحرمني من ان اللعيبه دي تستكمل معايا بطوله الدوري العام اللي هو 2018 2019 الموسم المتعاقد عليها يا كابتن بالظبط الموسم المتعاقد عليه فانت النهارده بتخل في حاجه كبيره جدا جدا كمان يعني انا النهارده انت هتحرمني من بعض اللعيبه اللي ممكن ما تلعبش معايا تحولها فلوس بقى خلاص الحرمان الفني خلاص فنيا وماديا انا بقول له جزء من المبلغ لو انت نويت عن حاجه نوى عن حاجه في حكايه المربع الذهبي انا عندي افريقيا اللي جايه وعندي كونفدراليه وعندي حاجات كتير لازم اقول انا عندي
1 2 3 4 في مراكز لسه ما اتحددتش. ما دي النقطه الثانيه يا كابتن. انا انت كنت بتتكلم فيها المهندس محمد. في ناس عقودها تنتهي فدول انت هتحرمني منهم. في ناس انا هجيبهم الموسم الجديد وانا مش عارف هستغنى عن مين فيهم. ما هي دي نقطه برضو ثانيه يا كابتن النهارده يا استاذ عصام. انا النهارده عندي بعض اللعيبه ده ممكن تكون هتشتري منه لعيب على فكره. مؤكد فيها حاجات داخله في بعضها كتير جدا. هي انت دخلت في حته ترانسفير. هبيع مين وهشتري مين؟ مين اللي هخليه ومين اللي هسيبه؟ طب قال انا هسيب بعض اللعيبه دي عشان استكمل بيهم بطوله الدوري العام اللي هي هتنتهي في شهر 7 اللي جاي، ولا انا ممكن استغنى عن بعض اللعيبه؟ ما انت عندك برضو عمليه استغناءات. انت بعد بطوله افريقيا المفروض ان كل فريق بيعمل الترتيب بتاعه انه هيستغنى عن بعض اللعيبه وهيجيب بعض اللعيبه. هل انا النهارده هابقي على بعض اللعيبه مرغما بعد بطوله افريقيا عشان عندي استكمالا ماتش واحد الدوري العام لمباراه واحده او مباراتين على الاقل؟ تخيل فدي يعني نقطه يا كابتن. الواحد هيقولها بقيه الموسم فطلع ماتش. لا هو ماتش او ماتشين. فدي نقطه في غايه الاهميه. كل مره هتقول حاجه هتهز. لا ما شفناش غير ماتش في غايه الاهميه. بالاضافه يا كابتن ماتش السوبر يا كابتن بس هو ده اللي ممكن العبه في اي وقت. السوبر مش مهم. مش مهم في اي وقت. ده مش سوبر بطوله في اي حته. ده بطوله منفرده. انما ده انا برضو لما حافل ازاي وتتلعب بعد ما الموسم ابتدي حتى ده عايزينه بالمره بقى واحنا بندور على الافضل. ما ينفعش تلعب بعد ما الموسم اتلعب لان دي بتبقى في كل العالم مباراه افتتاح الموسم. صحيح. ما ينفعش برضه قلنا اتعمل مره والموسم شغال وقلنا استثناء ماشي لانها عملت زخم وعملت نقله حلوه للكره المصريه وتسويق جيد وشركات وطنيه اللي اشتغلته، لكن كمان ما تجيش بقى السنه الجايه كمان وتلعب لي السوبر والموسم ابتدى. ده دي مباراه افتتاح الموسم. عايزين كل الحاجات تترص صح جنب بعضها. يعني ده صعب يا كابتن بلال. انا بس عايز اتخيل طبعا صح المفروض صعب. انا متخيل اصلي او عايز اتخيل مع حضراتكم احنا الاربعه بنلعب في فريق خلاص عندنا الدوري ممكن يخلص يوم 10/6 ببعض التحفظات اللي احنا بنتكلم فيها ودي تخص طبعا اداره المنتخب الوطني كمان خفير اجيري وكابتن هاني رمزي، واحنا كلاعيبه احنا الاربعه موجودين في نفس الفرقه هنقعد لغايه يوم 1/8 مستنيين او 25/7 مستنيين. هنعمل ايه؟ هنمشيها ازاي؟ يعني انا كلاعب هحط لنفسي الدوافع ايه اللي تخليني افضل اتمرن شهرين عشان العب ماتش؟ صحيح. اضف الى ذلك يا اسلام بعد اذنك، انا كلاعب عايز امشي مش واخد فرصتي في الاهلي او الزمالك، عايز امشي يا كابتن. هتربطني جنبك لحد 25 لحد شهر 7 عشان خاطر العب مباراه تحرمني من ان انا ممكن يكون عندي فرصه الانتقال لنادي تاني؟ ما دي برضو يعني دي برضو لازم تحطها برضو في الصوره. مش جاهز للتعاقد ممكن يتعاقد مع غيرك. حضرتك انت كنادي هتصبر عليا انا كلعيب لحد 25 لحد 25 7 وانت عندك دوري في شهر 8 بعدها باسبوعين ثلاثه؟ ولا هتتعاقد مع لعيب وانتهى؟ يعني انت كده بتحرم بعض اللعيبه من ان هم يكونوا عندهم فرص في الانتقال للانديه. انا بس عايز اعرف ايه المنطق في اللي بيحصل ده. لكن خلينا قبل ما نعرف المنطق في اللي بيحصل ده خلينا نروح نشوف الايه المنطق. شريف شعبان زميلنا شريف شعبان من النادي الاهلي يقول لنا اخبار اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم. اتفضل يا شريف. ليك يا كابتن اسلام وليوفك الكبار طبعا الكابتن شريف عبد المنعم والاستاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي الكبير وطبعا احمد بلال اجوان الشهير طبعا نجم نجوم نادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن ما زلنا المنطق، انت بتتكلم عن المنطق مين يعني؟ مش عارف مش لاقي لي اجابه. مين عنده اجابه المنطق اللي حضرتك بتتكلم عليها وضيوفك طبعا فين؟ مين اللي يقدر يجاوب على السؤال ده دلوقتي؟ اتحاد الكوره ولا مش عارف يعني؟ سؤال بيطرح نفسه. كل بيتكلم، السوشيال ميديا بتتكلم، الجماهير بتتكلم، كل مكان الناس بتتكلم، مفيش اجابه لحد دلوقتي. ربنا يسهل باذن الله ونلاقي اجابه يعني على سؤال حضرتك باذن الله. المهم اجتماع طارئ دعا ليه مجلس اداره النادي الاهلي يمكن من الساعه 9:30 يمكن بداوا الساعه 10 الا ربع، مستمرين يمكن 12 وداخلين على ربع اهيت ولسه مستمرين بخلفي قاعه الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اجتماع طارئ مستمرين، مباحثات شغاله يمين وشمال. الكابتن خطيب يمكن ترك او خرج من القاعه مرتين ورجع تاني. النائب الوزير العام فاروق يعني مدير النادي طبعا العميد محمد مرجان بيخرجوا بيخشوا بيكملوا، بس الشكل العام مستمرين لسه يمكن قدامنا نص ساعة 25 دقيقة بإذن الله علشان يكون في نتيجة الاجتماع. لا ما لحد الآن ما فيش، لحد الآن الاجتماع مستمر من 9:30 زي ما قلت لك الاجتماع مستمر، ولكن في قرارات. الشكل العام بيقول في قرارات،
في نتيجة في حاجه تطلع يعني في كمان شويه في قرارات تطلع. الاستاذ شريف فؤاد موجود في انتظار قرارات عشان يعلن عنها على الهواء مباشره. لقاءات نادي الاهلي طبعا هيكون خاص وحصري لكل جماهير نادي الاهلي تتعرف على قرارات مجلس الاداره هتظهر بعد قليل يمكن بنتكلم في 25 دقيقه نص ساعه بكثير قوي باذن الله يكون الاجتماع انتهى ويكون الاستاذ شريف فؤاد معانا على الهواء مباشره عشان يقول قرارات الاجتماع الطارئ اللي دعا ليه الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لك ان النهارده الكابتن محمود الخطيب دعا لاجتماع طارئ. يمكن التليفونات تمت لاعضاء مجلس الاداره الساعه 5:30 قبل الفطار قبل صلاه المغرب. الكل طبعا نام بالنداء على طول من الساعه 9 كان كل اعضاء مجلس الاداره متواجدين مجلس اداره النادي الاهلي يبقوا موجودين في النادي الاهلي. 9:30 كانوا جوه الغرفه الاغلبيه يعني تتكلم في الرئيس النائب امين الصندوق بعض الاعضاء. يمكن في ناس مسافره زي المهندس خالد مرتجي مثلا عرفت اللي هو في الامارات. في ناس بتبقى خارج مصر فطبعا ما قدروش يجوا لان الاجتماع كان طارئ بلغوا بيه الساعه 5:30 فاللي موجود جه على طول. بس الاغلبيه موجوده هيئه المكتب موجوده باذن الله يكون في قرارات قويه باذن الله يكون في النهارده يعني اجابه لسؤال لاتحاد الكوره يمكن مدوخنا وراه بقاله فتره كبيره. باذن الله لعيبه النادي الاهلي بتتسائل تتمرن تاخد اجازه حاجات غريبه جدا هنقعد نسمع حاجات غريبه جدا. عندك حق افريقيا محدش عارف حاجه عندك محدش عارف حاجه بالفعل حاجات غريبه جدا. التمرين قبل التمرين حتى في كذا لعيب سالني ايه الدنيا في ايه هناخد اجازه ولا هنلعب مش هنلعب فمستنيين ربنا يسهل ونشوف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ونرجع مره ثانيه ليك يا شريف ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. قرارات تكون حسنه باذن الله كالعاده النادي الاهلي معودنا. شكرا جزيلا يا شريف على هذه المعلومات. استاذ عصام ما زلنا منتظرين قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في الاجتماع بعد الاجتماع الطارئ الذي قرره كابتن محمود الخطيب اليوم في تمام الساعه 5 أو 5:30 صحيح زي ما اتقال. معظم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وانا متاكد حتى الاستاذ خالد مرتجي انا متاكد ان هو هيكون موجود حتى على التليفون ليشارك في هذا القرار وماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. لكن في النهايه كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه يا بلال يا كابتن شريف يا استاذ عصام كل الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده كلام الورق. يعني انا قلت لحضراتكم قبل في الانترو الاولاني اتكلمت قلت ان الاهلي تخيل حضرتك خلاص الاهلي من 22 نوفمبر الماضي وهو بيلعب كل ثلاث او اربع ايام مباراه بما فيها السفر لاثيوبيا السفر لتنزانيا السفر للجزائر السفر لانجولا للكونغو اقصد السفر الى جنوب افريقيا اثناء الثلاث ايام الفارق ورفض تاجيل مباراه للنادي الاهلي مع حرس الحدود يوم 8 لما بعد بسبب ان النادي الاهلي والنادي الاهلي ساعتها ما اتكلمناش يعني حتى ما اتكلمناش في اي امور وانا كنت دايما ببقى كابتن شريف او كابتن بلال او استاذ عصام بيبقوا معايا ما كناش بنتكلم اطلاقا في موضوع ان احنا نبرر مثلا الاجهاد او كذا او كذا او كذا. ليه؟ لان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي التزم بكلمه مع اتحاد كره القدم ان احنا هنلعب كل ثلاث ايام مباراه. طب هما بس قبل ما تروح استاذ عصام هقول لك افكرك بحاجه فضل. هما ليه كانوا بيعملوا الضغط ده عشان يخلصوا البطوله قبل بطوله الامم الافريقيه كان كل الضغط ده على النادي الاهلي او اي نادي او 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 كنا بنقول له لو عايز تاجل لنادي الزمالك تاجل النادي الاهلي للمساحات اللي هي موجوده في افريقيا. هو كل ده عشان يخلص البطوله قبل ما تنطلق البطوله بتاعت الامم الافريقيه ولا مش ولا غلط طبعا. وليه كان بيعمل الضغط ده؟ لا وهو النهارده هيبقى بختك يا ابو بخيت او المنطق بيقول ان انا اقعد مع الراجل المكسيكي اجيري وهو اللي اختار الميعاد ده انه يخش بيه في المعسكر وهو عنده بطوله مش هم اللي منظمين الدنيا دي هي اللي منظمه الدنيا دي. هو ده بس اللي انا عايز اقوله قبل الاستاذ عصام ما يتكلم. مش هم دول نفس الناس اللي انت كنت بتقول عليهم المنطق دلوقتي اللي اتفقوا على على دخول المعسكر بتاع منتخب مصر وعارف ان في بطوله بتتلعب لسه فين القياسه بين التعامل بين هم غيبوا المنطق يا كابتن يعني فين عايز اسالك فين التعامل بين ده وده؟ ما خلاص هو غايب المنطق يعني ببساطه شديده وساب الحكايه تبقى ابيض واحمر او احمر وابيض بالظبط. كل الناس بتتكلم اهل الزمالك وبيزيد الاحتقار بيزودوا الاحتقار بيزودوا الاحتقار فيبدو الامر ان انا ماليش دعوه. لكن الحكايه مش كده. الحكايه ان النادي الذي يشارك في بطوله قاريه او بطوله عربيه كل الدعم ونامل انه ده يحصل كل الدعم يبقى ايه؟ أن تضع له خارطة طريق وتوضح عليك. له أن مشاركتك عليك. لن تكون على حساب المسابقة الأهم ألا وهي
مسابقه رسميه للبلد اسمها الدوري، وبالتالي حضرتك هتروح وترجع في اربع ايام مثلا، ومحدش يقول لي ان يا عم انت مش في اوروبا عشان بيروحوا بالنفق المنش او الطيران في ساعه. حضرتك افريقيا بقت قريبه من كده ليه؟ لان الانديه المصريه بادارات محترفه بتحترم نفسها وانديتها تقدر توفر طيران خاص، لان البطولات دي بتكسب فلوس يا كابتن. فانا لما الزمه يروح ويجي زي الجدول اللي حضرتك قلته، زي ما حصل في جنوب افريقيا، وده اللي انا بقوله، جنوب افريقيا راح بطياره خاصه ورجع بطياره خاصه، والزمالك ايضا فعلها، ومن ثم خلاص انت تكسب اموالا وتنسق جدولك وخزانتك تستفيد من هذه البطوله اخترى، لكن لا تؤثر على البطوله الام الا وهي الدوري العام الذي ينتج منتخب مصر اللي بيفرح كل الالوان، اللي بيعمل صناعه اسمها كره القدم. وبالتالي لا، الناس دي مش محترفه، فغيبت المنطق. احنا ما عندناش رابطه انديه محترفه يا جماعه. هناك نواقص كثيره جدا ادت الى ان كل حاجه الست ملهاش غير بيت جوزها ونقعد نحلها بالود كده والحاجات دي. بس خليني اقول لحضرتك برضو ان من الممكن جدا ان يكون الموضوع مسدوق جدا خلال الفتره دي برضو، علشان ما نرميش كل الموضوع على لجنه المسابقات. ولكن في النهايه حضرتك كلامك مظبوط 100%، ولكن موجود الحل، الموجود الحل. انا ما اعرفش الحقيقه ممكن خفير اجير يفكر ازاي خلال الفتره القادمه يا كابتن شريف، ولكن الحل موجود زي ما حضرتك قلت وزي ما قلت اليومين ثلاثه اللي فاتوا. ما شان خفير اجير يا كابتن اسلام بقى هو المدير الفني يعني. عشان ما يرجعش يقول لك زي ما المهندس محمد عادل قال. اولا هو لو عايز يرجع يقول برضه، دي مع احترام المهندس محمد عادل، دي عاده مصريه ان انت قبل ما تقول حاجه تقول ايه لحسن يرجع شريف يقول لك لا يا عم مش حاجه اسمها احسن يرجع، لا، في حاجه اسمها خارطه الطريق، في حاجه اسمها الالتزام بمعايير دوليه. مصر مش اقل من حد، مصر في افريقيا، المانيا في اوروبا، واللي مش عاجبه يبقى مش فاهم اي حاجه بصراحه شديده. لا زي ما حصل في تونس. وبالتالي الرجل نفسه لم يختار مثلا مساحه شهر ونص، ده قال قدام انا في مؤتمر صحفي ان امله في 20. اسبوعين لثلاثه وسيكتفي لو لقى 15 يوم. عجبني جدا وقتها لانه بيحقق معادله احترافيه محترمه زي كل المنتخبات في العالم. واحنا حاله خاصه؟ واحنا مرضى؟ لا، احنا مصر، احنا حاجه كويسه. فالرجل لو جلسوا معه وتحدثوا عن متطلباته الفنيه، حضرتك قلت حصل في تونس واكيد في بلدان اخرى. ده انت عارف حصلت ازاي؟ هو في ايديه الحل يا استاذنا، هو في ايديه الحل ان هو يقعد زي ما انت اتفضلت. هو حد عرض عليه ولا لا؟ لا، في ايديهم الحل. انا عايز اقول لك على حاجه، هو اللي احنا بنتكلم فيه ان هم في ايديهم يحلوها سهل جدا ويريحوا الدنيا كلها ويتلعب الدوري ويخلص الدوري قبل البطوله، في ايديهم الحل ومعروف. هو احنا اللي هنقول، احنا شايفين ان زي ما قال اسلام مثلا زي تونس، او انا زي قلت اسلام قال لهم اديهم لغايه يوم 10، وانا قلت اللعيبه تفضل في المعسكر زي ما هم عملوه، يخرجوا يروحوا يلعبوا الماتش ويرجعوا تاني. وبعدين دول 8 لعيبه في مصر. جميل. 8 لعيبه منهم اجوان متاخدين جولين. كويس؟ يعني بقينا 6 لعيبه. كويس؟ تمام. 6 لعيبه منهم ناس هتتجرب وناس معروفه خلاص، واعتقد انهم كوم اساسي او معروف مين البديل الجيد، مين اللعيبه موجود، فدي ما عندهمش معضله فيها خالص ان هم يحلوها. انما ما يخشش واحد يشاركني ويثبت رايه عليا، ها لا انت هتعمل كذا وانا هعمل كذا، هم وصلوها لكده. تفتكر ده الاحتقان؟ هو ده اللي زودنا الاحتقان اللي انا وانتوا قاعدين بنتكلم فيه. بالمناسبه للناديين ما بين الناديين، انا بقول لحضراتكم انت ليه بتسيب الناس دي تحل بينما ليه بتعملها كده؟ ليه بتخليها كده؟ ان تطرح الحل. خلينا نسمع بعض. تفتكر لو تفتكر معانا في بطوله امم اسيا اللي فاتت، صن لاعب اسمه ايه قطر؟ لا صن كوريا. ساب المنتخب وراح لعب مباراه مهمه مع الفريق مع توتنهام. طبعا تمام. الطياره حضرتك يعني مفيش، يعني قصدي مفيش مشكله في الحته دي يا اسلام، لك إيه انت يبقى في تنسيق مع الاتحاد، في تنسيق مع المنتخب، في تنسيق مع النادي. ده بيزك محطوط، يلعب المباراه مع المنتخب يا كابتن وبعدين يرجع تاني يلعب المباراه مع النادي. ده بيزك كمان، ما حدش يتناقش فيه. بيزك صحيح، مش بنناقشها الاول. فوارد جدا حضرتك تعمل المعسكر، ما تاجلوش، تعمل المعسكر يا اسلام واللعيبه خلاص واللعيبه تمام عشان تستفيد بباقي اللعيبه. ما انت عندك برضه لعيبه محترفه، وباقي اللعيبه اللي مش او اللعيبه اللي هتلعب مباريات في الدوري العام تخرج للعب الدوري يا كابتن وبعدين ترجع للمعسكر تاني. ما فيهاش اي مشكله خالص. مشكله يعني امر بسيط. هو في اجمل وانتم كباتن مصر يا جماعه انتوا الثلاث، هو في اجمل من يروح يلعب ماتش بدل ما يلعب تقسيمه؟ مش ده برضو اعداد جيد يعني؟
حاجة حلوة هيك كمان. ماتش رسمي. أنا بقول لك ماتش رسمي يعني. لا وتوف وهو جاي لك هذا فورم هو جاي لك توف فورم بيخلص دوري. أيوة. وداخل معاك ماتشين حبيين. وجاي بقى. تراي الماتش هيبقى 13 و16. جاي بقى أنت ترجلش بقى الحاجات. والراجل بقى يحط الناس اللي هم اختارهم وشافهم إذا كان شافهم في الدوري أو شافهم في الماتشين الحبيين بتوعه. يقدر بعد كده يترجم كل الشغل ده في غصون قد إيه؟ كابتن. إحنا بنتكلم عن كابتن زي ما حضرتك بتقول في أربع أيام. احنا املنا تحل كل المشاكل دي وما يبقاش في حل بالمصري اربع ايام وثمان لاعبين وثمان لاعبين وانا بقى خليتهم لك الثمن ماشي بس هم في الاخر ثمان لاعبين لا هم ثمان لاعبين الثمان لاعبين ممكن لعيبه الدوري كلها تستنى لما بعد كاس الامم الافريقيه عشان خاطر الثمان لاعبين صحيح طبعا احنا يهمنا في المقام الاول مصلحه مصر ومصلحه منتخبنا الوطني وده شيء احنا كلنا ده الاساس بتاعنا وده اللي دايما بنتكلم فيه عشان بس محدش يقول لك كده عشان دي تهديدات اللي بيوصلوها اللي مش عايزين حاجه صح برافو عليك محدش يحب مصر اكتر من التاني يعني مش هقول لك اكتر مننا يا عم انا بقول لك اكتر من التاني لا كل واحد بيحب مصر مش حد يزايد ويقول لك اصله لازم اقدم انا ايه عشان اقول احمد بلال لازم يبطل كرة احمد اخويا طبعا والاعلام لا تعرف يعني مش هقول كابتن احمد عشان اقول لازم اقعد اقول ايه وياما جاب اجوان وربنا يخلي لينا وكذا ليه لمجرد ان انا بقول انه ان اوان انه يلعب علي بلال لا احنا عايزين بقى ننزع كل الفتايل الرعب اللي بيحطوها لنا دي بالظبط كده مصر قد الدنيا وانا باكد لكم في اراده الدوله ان صناعه اسمها كره القدم هتدور ماكيناتها صح الصح لكن الحلول دي اللي ده بيدفعونا ان احنا نناقشها في برامج عارف صح الصح والانديه إيه؟ تناقشها في جلسات بينما في ناس شغلتها اصلا ان تضع مسابقه بشروط تبدا وتنتهي بنفس الشروط صح عارف صح الصح ايه صح عارف صح طبعا وانا عارف صح الصح ايه يا استاذ عصام صح الصح ان الدوري ينتهي قبل بدايه كاس الامم طبيعي مؤكد. ده الصح بص طبعًا. انا بتكلم كلاعب يعني صح. او كنت لعيب خلاص انا زي ما لعيبه الاهلي بيعملوا كده راحوا لشريف قالوا له شريف هو احنا ايه النظام هنلعب مش هنلعب هنتاجل مش هتتاجل انا كلاعب اقعد افكر يا جماعه انا عايز اخد لي اسبوع مع عيالي ومراتي او مع امي وابويا او مع انت محتاج تفكر في بلاد اقل منا جمالا في كره القدم في حد هو اللي بيفكر ازاي يطلعك اجازه صحيح. عشان ترجع تلعب كويس اللي انا بقوله حضرتك أيوة على فكره ده انا بختزلها لك كمان أحسن انت مش محتاج تفكر أحسن كنجم لكل الدوري المصري ان هو ينتهي قبل صح. بدايه كاس الامم الافريقيه صح. بالاربع خمس ايام اللي احنا قلنا عليهم وانا قلت موضوع صعب ان هو يتحقق ان هو ناجل الدوري ناجل انا اسف في المعسكر 3 4 ايام لا زي ما كابتن شريف قال زي ما كابتن شريف كده بيقول ان لاعبهم موجودين يروحوا يلعبوا الماتش ويرجعوا تاني على الاقل هتقل نسبه الاحتقان وتقل على الاقل ان هم قاعدين مع بعض وكل حاجه سيف هنا وسيف هنا بيتمرنوا مع انديتهم سيف بيتمرنوا مع منتخبهم سيف نفس الاداره هنا نفس الاداره اللي هي بتحتم ان احنا داخلين انت كمان عندك يا كابتن استكمال لكاس مصر بعد بطوله افريقيا تقريبا يعني على ده الكلام اللي سمعته برضه لا نيه للغاء مسابقه كاس مصر بطوله مستمره انت عندك مسابقه بعد المسابقه ما تنتهي على طول ماشي. يعني انت ما عندكش فتره راحه للعيبه انت البطوله الافريقيه هتخلص مثلا في شهر 7 تقريبا يعني 20/7 تقريبا او 15/10/7 تقريبا البطوله الافريقيه 20/7 20/7 فانت المفروض تدي وقت راحه عشان في بطوله افريقيه تبتدي في شهر 8 البطوله الجديده وعندك بطوله الدوري العام تبتدي لا انت بتتكلم على بطوله الامم ولا بطوله ابطال الدوري ابطال الدوري بطوله ابطال الدوري لا ابطال الدوري هتبتدي لسه في شهر 1 مش في شهر 8 لا في شهر 9 لا يا استاذ او في شهر 9 حاجه كده يعني صح فاهم قصدي فانت عندك بطولات ثانيه مختلفه انت لازم تدي فتره راحه للعيبه مش معقوله تعمل موسمين ورا بعض هتلحمهم ورا بعض لا وفي شغل اداري الثالث والرابع ده شغل اداري الله ينور عليك شغل اداري عايز اقول لك على حاجه ثانيه ما تديني انا من حق كل انديه مصر انها تحضر لنفسها الموسم اللي جاي اللي هو هيبقى الاقوى صح يعني الموسم اللي جاي انا بضمن لك انه الاقوى مفترض انه الاقوى مفترض وانه بدايه اتعلمنا من الموسم ده اشياء كتير صح. احنا انا كنادي او رئيس نادي او اعضاء مجلس اداره او اجهزه فنيه ومسؤولين عن الفرقه او لعيبه حصلت حاجات كتير او السنه دي خلت الشكل كل لعيب لازم يهتم بنفسه اذا كان بيحط نفسه بؤره الضوء والنجوميه والاحتفاظ بالبطوله وعرف يعني ايه معنى بطوله عرفت ازاي انا اخش البطوله الافريقيه السنه الجايه شكلي عامل ازاي الدروس المستفاده من السنه دي البطوله العربيه نفس الشيء الحاجات كل حاجه تحذير خلي بالك حصل لنا السنه طيب. دي ان احنا لازم نعد نفسنا بطل المواسم اديني شهر بس انا كمان بطل المواسم قبل ما اخش الصناعه دي بيتكلف فلوس اكتر بدل ما تصرف ست شهور يا اخي ده الرعاه يبدو ان اغلبهم عشان شركات وطنيه لولا كده ساكتين في كل العالم كان زمان الرعاه بيصرخوا او بيهددوك طيب. بشروط جزائيه وحاجات مزبوط كده مظبوط خلينا برضو نروح ل
كابتن خالد مهدي المشرف العام على كره القدم في الانتاج الحربي، برضو نعرف رايه يلا بينا فيما يقال. كابتن خالد ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا كابتن اسلام، سلم على حضرتك وعلى كابتن احمد الجمعه في الملعب. كابتن احمد بلال حضرتك طيب؟ الله يخليك. وكابتن احمد بلال بيسلم عليك برضو. سلم على كابتن عصام. طيب كابتن خالد، يعني الحقيقه توقفات طويله جدا خلال الدوري العام المصري هذا الموسم بسبب يعني مؤجلات للنادي الاهلي ومؤجلات لنادي الزمالك وكل الانديه اللي كانت بتلعب في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه. اولا ايه راي حضرتك في موضوع المؤجلات؟ الو كابتن خالد، كابتن خالد معانا يا جماعه ولا لا؟ طب حاولوا تجيبوه مره ثانيه. اقول لك حاجه اسلام، اتفضل يا كابتن شريف. هم ظاهر كانوا حاطين في حساباتهم ان لا الاهلي هيكمل في افريقيا ولا الزمالك. طب في حاجه اسمها كده يا كابتن شريف؟ انا ما عنديش حل غير كده والله. صح، قعدت بصيت في الورقه دي، في حاجه اسمها كده؟ قعدت بصيت كده في الورقه دي اللي هي بتطلع علينا كل يوم بشكل جديد، في كل اسبوع، في كل ما النادي الزمالك يعدي دور ابص الاقي الورقه دي بتتغير، كل ما النادي الاهلي يعدي دور الورقه دي تتغير. ازاي هم ما كانوش حاطين في بالهم ان الفرقتين دول هيعدوا يوصلوا للشكل ده؟ طب لو كان الاهلي والزمالك هم بيلعبوا فاينل النهارده، واحد بيلعب هنا واحد التاني بيلعب هنا، كنا هنعمل ودي بطوله ايه، مصريه وطنيه؟ لا كنا هنطالب بنفس الكلام برضه بالمناسبه، كان هيحصل ايه؟ كان هنطالب بنفس الكلام ان احنا عايزين نخلص الدوري قبل. لا هم كانوا هيحلوها ازاي؟ بس اكنهم شايفين ان احنا مش كل ماتش الظاهر بيجي لهم ان في ازمه في المباراه الاولانيه فبتتحل تاني مباراه مع النادي الزمالك او النادي الاهلي، الظاهر هم كانوا بيفكروا ان الحكايه دي مش هتكمل. انا اعتقد كده يعني، انا حاسس بكده يعني. هو ده مش شكل 30 3 6 ده 3 36 5 دول ما كانوش عندهم القصه دي. وال 27 لا ما هو بيستنى لغايه لما يشوف الزمالك هيعمل ايه، استنى لغايه لما. ده طبيعي على فكره، عشان كده في اللخبطه دي بقى. هو بالنسبه له هو ما رسمهاش زي ما قال عصام ان في بيزك او في وقت او في لو حصل كذا يبقى هيبقى كذا. يبقى هو كان مديني من شهرين كل الاحتمالات، كان مديني من شهرين يا اسلام خلاص اللي انا همشي عليه. تعالى نقعد نتكلم في ده دلوقتي، والديت تايم محطوط وكل حاجه محطوطه. يعني انت عارف ان الزمالك لو وصل للفاينل والاهلي وصل للفاينل هيبقى الوضع ده اللي انتوا هتلعبوه كذا، ما يصحش يبقى في مشاكل. ما يصحش سنه 2019 وبلدنا بتتطور وحاجه تفرح، ما تجيش الا الكوره هي اللي محلك سر، ونقعد بقى نقول لهم انه في انجلترا بيحسبوا في الارصاد الجويه يوم نهايه الكاس درجه الحراره كام؟ ها مندوب الملكه او الملكه لو هيسلم يجيب معاه شمسيه ولا لا؟ مش معقول يعني. طيب خلينا برضه نرجع للكابتن يعني. خالد مهدي، وخدوا بال حضراتكم كابتن خالد، انا يعني بتابع كل التصريحات من كل الناس الحقيقه خلال السنه كلها، كان من الناس اللي دايما بتطالب بعدم التوقفات الكثيره وتطالب بانتهاء الدوري سريعا، فخلينا ناخد رايه برضه في هذا الموضوع كابتن خالد. كابتن اسلام معلش انا لا لا ولا يهمك، اولا عايزين نعرف راي حضرتك في موضوع المؤجلات وكل ده. رايي انا يمكن من شهر ونص حضرتك زي ما قلت انت متابع، انا كنت بعاني من حته التوقفات الكثيره ديت، وان احنا واثرت بشكل سلبي على الانتاج الحقيقه، على الانتاج اكثر الفرق اللي اتاثرت عليها كمان. انا اتاثر ان انا اخد الانتاج بتاعي كمان راح بطوله افريقيا، وبعد كده انا بقيت اتحايل على ان انا العب عندهم، مع ان انا المفروض توفر لي الاستاد ان انا العب عليه. المفروض ان يتوفر لي الاستاد، انا ما توفرليش، انا بنتحايل مع الناس، اكلم فلان واكلم ده، طب العب الماتش ده، لا النهارده في الشرطه، لا النهارده في الشرطه، فكل الكلام ده اثر علينا وعمل معانا دروب جامد كده. الحاجه الثانيه، ازاي انا يبقى عندي فرقه متعاقد معاها في العقد بتاعها 30/6؟ نعم. العقد بتاعه ينتهي 30/6. نعم. انا بعد 30/6 هجيب لعيب يلعب معايا ازاي لو هو افريقي؟ ده الكلام اللي احنا عمالين نغني فيه بالصبح. هو نفس الكلام والله يا كابتن خالد. يعني حضرتك مع ما هو بالظبط، ما هو عشان كده جايب كل او هنحاول نجيب كل الانديه يعني طبعا، لانه شيء يعني حضرتك مع ان الدوري يخلص قبل بدايه كاس الامم. يا كابتن انا المفروض بعد 15 يوم من اخر مباراه، من اخر مباراه ببعت لاتحاد الكوره بقول اللعيبه ديت يا جماعه انا ليا مهله ان انا مش عاوزهم، مش محتاجهم معايا. تمام. انا هقعد اللعيبه ديت تقبض شهرين كمان. ولاعيب لو جاي لي اعاره، هل وانا مصر بعد كاس كلزت الاعاره ولا لا؟ هيلعب معايا مصر ولا هيرجع في الثانيه يلعب فيها؟ ما هي القصه برضو لائحيا مش متظبطه، وانا المفروض ان انا ابلغ بعد اخر يوم زي ما قلت لك ان انا اقول اللعيب ده معايا ولا مش معايا. بالظبط كده. فانت عندك بقى لو كده ممكن تستنى، لو انت تاجل لك ماتش بعد كاس الامم فانت هتستنى 55 يوم، هتدي مرتبات
وهتدي اكل وهتدي شرب وهتدي مواصلات وهتدي شوف بقى واضاءه شغاله ومش هتعرف تنهي اعارتك لازم هتكمل تعمل معسكرات ازاي وتتفق على معسكر جديد ازاي وتتفق على لعيبه منين تكمل معاك ولو انا هكلم انديه اخد منها لعيبه عارض ازاي وانا مش عارف هم يعني الموضوع مش ماتش بيتلعب بس وخلاص الكلام ده يعني من شهور من شهرين اثنين وانا انا بقول لحضرتك انا دايما متابع التصريحات بلاقي تصريحات حضرتك دايما في هذا الاتجاه ولكن بص يا كابتن اسلام طول ما هو طول ما في اتجاه واحد اللي بيتكلم ما حدش هيسمع الانديه لا برافو عليك يا كابتن جمله مهمه جدا برافو عليك يا كابتن خالد احنا كانديه احنا بنعتبر انديه معلش يعني في انديه كبيره لا احترام او بتاجلها الماتش بالتليفون احنا بنأجلها الماتش من غير ما بنعرف هو ده حاجز الفندق ودافع فلوسه وبيتاجل لي الماتش انت ماتشك بيبعت لي ورقه حتى بتبص عليها بالتليفون يعني طبعا الكلام ده يعني انا لازم الحاجه اللي مقصره فينا ان احنا لازم برضو نعامل ان احنا نادي دوري ممتاز احنا نجاح المنظومه كلها من ان احنا نبقى موجودين احنا لو مش موجودين الاهلي هيلاعب مين؟ الزمالك هيلاعب مين؟ الفرق الكبيره هتلاعب مين؟ صح مظبوط لا خصوصا انتوا عاملين كنتوا عاملين في على الاقل في بدايه الدوري حاله مختلفه يعني كويس ولكن هي انا عارف ان لجنه المتابعه الله يكون في عونهم برضو هو موسم استثنائي ولكن برضو لازم استثنائي بس شايف كل حاجه بقى شايف كل حاجه ان احنا خلاص انا ما اجيش الاعب نادي في اربع بطولات او خمس بطولات واجي احمل الفرق الصغيره الهم يعني نعم طيب يعني انت حضرتك مع نهايه الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه يعني والله الانديه الكبيره كده بتحمل الانديه ديت احنا لنا ميزانيه محدده لو زادت الميزانيه هتجيب فلوس منين الدخل هيجي منين ليك قرضات وليك مصروفات ايه في الدوري دي هتجيب منين هتقول لي اللعيب مش هقبضك طب هو قاعد بيتمرن ليه طب خلاص مش هاجي انا النهارده ما جيتش هتوقع عليه عقوبه لا ما عايز اعرف اللاعب تمام ينتهي عقده معاه في طيب كابتن خالد بس سؤال من الكابتن شريف عبد المنعم على ان اللاعب عندما ينتهي تعاقده بيبقى في نهايه الموسم ما بعد الماتشات كلها ولا في ميعاد مثلا 15/6 يعني هل بيبقى انت مثلا حسب ما انت عندك عقد مع كابتن حتى مع المدير الفني مع كابتن مختار مثلا يعني هتجدد معاه لو انت عقد عندك عقد مع كابتن مختار العقد ده بينتهي مع نهايه الموسم الرياضي ولا في يوم معين لا ما فيش حاجه اسمها نهايه الموسم بالظبط طيب يعني مثلا انت عندك عقد مع مثلا كابتن مختار لغايه يوم 30/6 الموضوع تاني وهتلعب لغايه او هتلعب يوم 20/7 او 22/7 هتعملوا ايه؟ هو العقد بتاع اللاعب في نهايه اخر موسم رياضي المفروض ولكن انا في العقد اللي في اتحاد الكوره العقد بيتعمل لحد 30/6 فكان احنا لان احنا بادئين الموسم احنا دلوقتي داخلين في سنه نلعب ده الكلام اللي احنا عمالين نتكلم طيب. فيه وما كانش في الحسبان حكايه ان احنا هناخد بطوله افريقيا يعني تمام انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد على وجودك معانا كابتن خالد مهدي المشرف العام على كره القدم في نادي الانتاج الحربي وبالمناسبه برضو مفيش حاجه اسمها انديه كبيره وانديه صغيره في الموضوع ده احنا عايزين العداله صحيح. للجميع واحنا ليه بنعمل كده احنا عايزين العداله للجميع لكل الانديه وبالمناسبه النادي الاهلي لما بيتكلم حتى في البيان الصادر من مجلس اداره النادي الاهلي كان كل الكلام على ايه ان عايزين العداله لكل الانديه وليس للنادي الاهلي فقط بالمناسبه كل الانديه احنا عايزين قلت هو النادي الاهلي اعترض على اي حاجه عملوها له طول السنه ما اعترضش على مباراه واحده بغض يعني النظر عن الاعتراض هي الفكره انت يعني انت بتيجي على الاساسيات وتقول ايه عايزين نناقشها يعني نناقشها ازاي دي اساسيات صحيح. وبالتالي اصلا يعني اذا نحينا فكره الحلول المصري اللي هي ايه ما تيجي نقعد ليه ما تيجي نقعد المفروض احنا ما نقعدش اصلا احنا في ورق ممشينا على مدار العاب ما لم تحدث كارثة طبيعية والله الفيفا كده وكل الدوريات العظمى كده لا يتم أي حراك في أي حاجة إلا بكوارث طبيعية يا جماعة في هجمة على استاد دي فرانس ما خرجوش الجمهور بسرعة يعني في هجمة إرهابية ما خرجوش الجمهور بسرعة كان هناك ما يمكن أن يكون إن الموقف تمت السيطرة لكن لما حسوا إن الخطر يحدق بالجماهير نزلوا الناس أرض الملعب ثم فنشوا اليوم ثم عملوا المخارج إذن إما كارثة طبيعية أو حادث زي ده لا نتمناه بطبيعة الحال يعني
وفي وجود رئاسي وقتها اعتقد انتهى انتهى وبالتالي صعب يعني. انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي طالع ولا لسه؟ نعم حد يقول لي يا شباب. الباب اتفتح خلاص يعني احنا معانا الصوره امام حضراتكم على الهواء مباشره. ده بحضره المجلس طبعا ده مكتب مجلس اداره النادي الاهلي او المكان اللي بينعقد فيه مكتب اللي بينعقد فيه اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي خرج من واضح ان لسه في بقيه اعضاء مجلس الاداره قاعدين في الغرفه ننتظر ماذا سيحدث من هذا او ماذا سيخرج من هذه من قرارات من اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي خارجين. طب كويس كابتن محمود الخطيب ومعاه سراج الدين بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وان شاء الله بعد قليل هيكون معانا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي فيما حدث بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم في النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين الاستاذ ابراهيم الكفراوي مهند دكتور مهند بقيه الاعضاء متواجدين مع حضراتكم على الهواء مباشره ومن الواضح انه انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الطارئ وسننتظر القرارات التي خرجت من هذا الاجتماع من الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بعد قليل اول ما هيظبطوا موضوع والنائب نائب رئيس مجلس الاداره الاستاذ العمري فاروق بيتكلم اعتقد مع الاستاذ شريف فؤاد من الواضح ان هناك قرارات ستصدر بعد قليل اول ما هنبقى جاهزين هنرجع لحضراتكم مره اخرى بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاجتماع الطارئ بالصوت والصوره طبعا بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه مجلس اداره النادي الاهلي. طيب هنكمل كلامنا برضو يا كابتن عصام وكابتن شريف وكابتن بلال ما يحدث خلال هذه الايام غير مسبوق الحقيقه طبعا وخلينا اقول برضو وخلينا نتكلم بمنتهى العدل يعني لجنة المسابقات محطوطة في موقف صعب جدا. الاتحاد المصري محطوط في موقف صعب جدا، ما عنديش أي مشكلة في إن أنا أقول هذا الكلام بالمناسبة. إزاي يا كابتن؟ يعني إيه محطوطين في موقف صعب؟ إن خلاص أنت قدامك حتى بداية بداية التجمع جميل جميل، أنت تقصد ما تبقى من وقت وهم بيناقشوا اللي حصل، لكن بالزبط. إحنا إيه اللي وصلهم لكده؟ إحنا أيوه، إيه اللي وصلك لكده وأنت تملك أدوات كبيرة جدا الحقيقة؟ أنت تملك واحد من أربعة يحكموا الكرة في العالم مزبوط. مصر استثمرت فيه وهو يستحق المهندس أنا مريده وأنا لازلت مصر أنه يستطيع أن يحسن كرة القدم ويصل بها للعالمية حقيقة يعني، وبالتالي ما يمكن أن يكون أفضل هو قريب منك جدا لكنه يحتاج فقط لتفعيل ورقات يا كباتن لا داعي أبدا للفكر بالمصري لأنه هيعد فكر هاوي اللي هي لاحظوها في حاجة لجنة أندية ولا رابطة أندية محترفة يقول لك نعمل لجنة أندية أصل شريف عبد المنعم هيبقى هو رئيسها لأنه هيبقى متطوع إزاي الأصل في الفكرة دي مثلا يعني أن يقودها محترف يستطيع أن يدر أرباح لكرة القدم ومن ثم بيطلب فريق عمل محترف زيه وبيقول لك أنا هاخد بونص كذا ومرتب كذا صح يا كباتن في كل العالم إحنا ليه بنفكر أفكار بالمصري نحن نحتاج لورقة يا جماعة مترجمة دستور. فقط ورقة عايز دستور ثلاث ورقات هي اللي هو زي كل العالم أنا قصدي كده زي كل العالم بس أنا حضرتك عارف الرد بيكون إيه الرد بيقول لك أصل إحنا السنة دي سهلة استثنائية وحدث فيها أمور كثيرة جدا خلي بال حضرتك طب نتمنى إن دي تبقى آخر استثنائية موافقين إحنا معاهم على فكرة يقول لنا تاني يعني انا وافق من الدوام العيان ايوه صح صح بس أيوة. لو لعبت بعد كاس الامم الافريقيه هتبقى سنه استثنائيه هنخش من الاستثناء هو ده بقى اللي احنا ده بقى اللي لازم تقفله انت هتخلص في شهر 8 يا اسلام لو لعبت بعد البطوله الافريقيه هتخلص في شهر 8 ده اللي لازم يا كباتن خلص اول 8 ده اللي لازم يا كباتن بيقولوا عليه تقفله بالعرض عشان تقفل الطريق فيسمعك ما هو لا في اسهل من ان احنا بنقوله في اسهل من ان انت تلعب مبارياتك قبل بدايه بطوله كاس الامم الافريقيه قد يكون الامر صعب بالنسبه للجهاز الفني للمنتخب والاداري للمنتخب دي حاجه انا ما اقدرش اتكلم فيها ولكن كابتن شريف قال امبارح ملك وكتابه قالوا ان يا جماعه سهل قوي الموضوع يتعمل زي ما في تونس بيتعمل احنا شغالين على حاجه كده ان شاء الله بكره او حاجه هننتجها يعني في اليوم السابع اللي هي فكره مدار 10 سنين فاتت متى انتهت البطولات المحليه في كل الدول التي نظمت اما بطوله اوروبا او حتى في امريكا الجنوبيه
كوبا امريكا بلاش جايب 10 سنين لا بلاش. عشان اقول لك فكره عشان اقول لك فكره بالمصري دي بلاش. مش هتتحل يعني اكثر اعدادا دلوقتي احنا لو لعبنا الدوري بعد كاس الامم الحل انك انت الدوري الجديد تبعته مجموعتين ده يحل لك المشكله الخبر اسود ده انت ترجع كده مدارس 30 سنه ورا الكره والكورنر بربع جول بقول لك ايه ما عندكش حل تاني لو حصل ده لا يا راجل هيروح قاسم يا اسلام الدوري مجموعتين لا يا راجل يعني انا الحقيقه عندي عشان يلحق انا عندي اعتراض يطلع اربع فرق من هنا ويعمل مربع ده كابتن عصام يا كابتن شريف هيعملوا نظام كروز بقى مش كفايه صدموه وبدل ما كان الدوري يرجع 16 سابوه تاني طب انت بدل الدوري اللي تحت الدرجه الثانيه في كل العالم بفكر معايا بس انا بفكر معاك انت بتفتح عليا يخلوا الدوري اللي درجه ثانيه 70 نادي تاني انت مش فاتح عليا وانا فاتح عليك دلوقتي في القعده هل افرض حصل احنا بنقول يا كابتن يعني سيناريوهات كتيره ممكن تحصل غصب عنهم وغصب عن الانديه وفي قرارات هتحصل من انديه اذا كانت اللي بتصارع على البقاء او اللي بتلعب على البطوله نفسها احنا النهارده الحل لو الحكايه دي اتاجلت والكلام من ده ما فيش هيهتموا دلوقتي ببطوله الامم الافريقيه للمنتخب والاول الراجل الاجيري ده تحفظ بمواعيده وعمل كل حاجه يلعبوها من غير دوليين اعملوا مش عارف ايه اي قرار هيطلع من عندهم لحل المشكله وهيكون في مقابل من الانديه برضو بهذا الشكل هو خلي بال حضرتك هو لو القرار ده خرج ضد نادي او مش ضد نادي هو اللي المفروض القرار طالع من اتحاد كره القدم بيبقى للمصلحه العامه صحيح. من المفترض ان هو بيبقى كده فلما يطلع جمهور نادي اكس شايفه ان هو ضده فهيقول لك اصل ده اللي طلعه فلان الاهلاوي اللي مش عارف ايه او الزملكاوي اللي هو ايه هتخش في قصه ثالثه خالص ورابعه وخمسه وسادسه طبعا وبالتالي هيقبل الوقت كل بالظبط كده العداله احنا كل اللي طالب اصل انا في حاجتين مهمين جدا بالنسبه لي يا كابتن شريف لا غير مسموح المساس بالسلم الاجتماعي غير مسموح لكن استاذ عصام لا بجد صدقني طيب خليني برضه اتكلم في اللي انا عايز اتكلم فيه هم في حاجتين انا مهمين جدا بالنسبه لي اولا العداله المبدا اللي الكابتن بلال قال عليه الفير بلاي ان احنا نلعب على الاقل الاسبوع ال 34 خلي بالك انا اتكلمت في الموضوع ده من 3 اسابيع اقول لك انا اتاكد ليه بس بتخص ماشي خلاص العب الاسبوع ال 34 كله في ميعاده مثلا العب كل الاسبوع تاني حاجه ودي مجنناني اكتر والله يا استاذ عصام يا كابتن شريف يا كابتن بلال مجنناني انا هقعد كلاعب لو استنيت ان انا فاضل لي ماتش بعد كاس الامم هقعد اعمل ايه هقعد افكر ازاي في الشهرين هقعد اعمل ايه الشهرين لعيبه زهقت كمان انا اقول لك على حاجه وانت كنادي يا اسلام انت شفت الماتش وانا انا بتكلم بقى أنا يعني انا كلاعب انا عمري ما بقيت مجلس كنادي انا كنادي بعد اذنك يعني انا النهارده جيت تعاقدت مع لعيب بيلعب مثلا في المغرب قال الكابتن خالد مجد انا تعاقدت مع لعيب بيلعب في المغرب العربي هيلعب النادي الاهلي وانا كنادي الاهلي تعاقدت معاه هيلعب قدامي ولا مش هيلعب لا ده غير اكتر من كده لو الزمالك الله الله انا هقول لحضرتك ما دي برده من الفير بلاي لو الزمالك النهارده بيتكلم مع 3 4 لعيبه مع الفرق اللي هيلعبهم وعدى خلاص وعدت لشهر 7 طب دول هيلعبوا بمبدا الاتفاق ولا مش هيلعبوا ما ده برده ما فيهاش فير بلاي خالص لو انا النهارده عندي 3 4 مباريات بعد بطوله افريقيا دي برده حاجه برده صعبه جدا في حاجتين مهمين كابتن اسلام وانت بتقول الفير بلاي ضحكت انا لقيتها من بدري فانا ضحكت عشان الافيه بس اولا لو الفلوس دي فلوس ناس ما يحصلش فيها بين قوسين يعني الهرتله دي لانه كده لا حد عارف فيها ارباح ولا في خسائر ومين السبب فيها هذه واحده الاهم أن العالم منطقه اسمه فير بلاي، حد فيكم شاف حضراتكم أي لوحة أو أي بروتوكول اسمه الروح الرياضية كده. اسمه الروح الرياضية معلش سامحوني يعني بترجمتها مفيش الروح الرياضية دي تستخدم في بلدان يديرها مسؤولين لا هو ولا محترفين من جنس كده ما نعرفوش في الإدارات يعني عارف ليه؟ عشان أقول لك أخ خلي روحك رياضية وارضى بالقرار ده دلوقتي فيها سلام حاجة تانية يا كابتن شريف لا أكمل الفكرة خلي روحك رياضية وارضى بالمقسوم ارضى بالقرار ده لأنه الأصل مش روح رياضية مش حاجة اسمها كده في العالم في حاجة اسمها فير بلاي لعب نظيف مال نظيف تحكيم نظيف اللي هو فير بلاي حاجة غريبة جدا فيحولها لك هنا روح رياضية خلي روحك رياضية ليه عشان ترضى بالقرار الغير منصوص عليه في الدستور اللي قاله الكابتن شريف انا عايز اقول لك حاجة في الدستور كمان احنا عندنا دستور بيقول ان انا اختار واعلن لعيب المنتخب قبل نهاية المسابقة دي في الوقت ده يعني اخلي لعيب بعد ما كان بيحارب وبي
قوه في الملعب ونشاط على اساس يبقى موجود في بؤره الضوء. قصه ثانيه بقى يعني الحته دي بالذات، انا الحته دي بالذات مش عارف ايه وجه السرعه. ايوه انك انت قبل ما تخلص المسابقه ممكن اللي انت بعد كده هتخش دي قصه غصب عنك يعني. كابتن هم كانوا عاملين حسابهم ان المسابقه مش هتخلص، ما هي كده بالظبط يعني. هو عامل حسابه هو كده كده قدامي، تعالى انا وراك هنا حلو. هو عارف حلقه النقاش دي يبقى الكابتن بلال خد منك وعمل الحل، قال لك يبقى الناس دي عارفه ان المسابقه مش خلصانه يعني. اكيد مش معقول انا احط الاسماء لسه عندي اربع خمس ماتشات. مفيش ترابط في اللعيبه ومفيش اللعيبه بعد ما سمعت انا حاسس بيه وانا كلاعب اللي يلعب يلعب بقى ما يلعبش اللي يلعب بقى يلعب احارب عشان ابقى لعيب دولي والعب بطوله زي دي ويجي لي عقد محترم في اي بلد انا اقدر العب فيها. في ناس حرمت كتير قوي من اداء معين كان يوصلهم، ومهما نعرفش لغايه اخر بطوله بيوم ممكن اي لعيب يخش منتخب تاني ولاعيبه تخرج. كنا بنستناها زي نرمر التلامذه كابتن اخر صح. ماتش مثلا في الدوري او في الدور الاول الله يرحمك كابتن جوهري، كنا نستنى خلاص بقى هيدينا الاسماء بعد ايه، يا اما يكون دور اول او توقف يا استاذ عصام. انا بقول لحضرتك وبطوله بقى حد فينا زي معلش. خلينا ننتقل الى النادي الاهلي في الجزيره وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي مع الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. كل التحية كابتن إسلام، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام الأستاذ عصام شلتوت والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن أحمد بلال، والتحية طبعا واجبة لجمهور الأهلي العظيم ومشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة إنه كان اجتماع طارئ ومهم لمجلس إدارة النادي الأهلي، تقرر قبل آذان المغرب اليوم وبدأ بعد صلاة العشاء. خليني أضع حضرتك ومشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور العظيم في ما أسفر عنه هذا الاجتماع. خمس قرارات مهمة تضع الأمور في نصابها. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الليلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية المباريات، مباريات الدوري طبعا والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرا، وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز، وكذا إهدار حقوق بعض الأندية من جراء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف. وتطرق المجلس إلى دراسة جدول الدوري منذ بداية الموسم وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال 8 مباريات ألحقت بفريق الكرة أضرارا عديدة، وعدم التعقيب من جانب النادي على التأجيلات المتكررة للمباريات حرصا على استقرار المسابقة وتهدئة للأجواء أملا في أن يطلع الكل بمسؤولياته ويحافظ على حقوق كل الأطراف. وشهد الاجتماع أيضا مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددا من جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية وحاجته إلى فترة زمنية تكفي للتجهيزات الفنية والإدارية في ذات الوقت ينتهي القيد الإفريقي للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية سوف ينتهي 31/7/2019، وبالتالي لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه، فضلا عن خطورة تلاحم المواسم والتي تسببت في إصابات اللاعبين وفقدانهم لمستواهم البدني والفني. وانطلاقا من الثوابت وحرصا على مصلحة النادي الحالية وفي الموسم الجديد، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في نهاية اجتماعه الطارئ ما يلي: أولا، عدم استقبال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على راحة كافية على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والموسم القادم بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. ثانيا، عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع 34 للدوري، قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق. ثالثا،
الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في توقيت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز. رابعا، عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. خامسا وأخيرا، مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس بما يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد. خمس قرارات حاسمة من مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ اليوم تضع الأمور في نصابها وتحدد بوضوح موقف النادي الأهلي بشأن ما تبقى من مباريات الدوري العام التي يود النادي الأهلي وهو مطلب لجميع الأندية ولجموع جمهور كرة القدم أن يكون هناك شفافية ولعب نظيف وأن تنتهي مباريات الدوري قبل كأس الأمم الإفريقية. شكر جزيل لحضرتك كابتن إسلام ولضيوفك الكرام، التعليق متروك ليك وإن شاء الله نتواصل هاتفيا إذا ما رغبت الاستفسار عن أي من هذه القرارات. تحياتي لحضرتك وإليك الميكروفون. شكرا جزيلا الأستاذ شريف فؤاد عضو المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. خمس قرارات خرجت بعد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم. أهم أو أول هذه القرارات عدم استكمال بطولة الدوري العام المصري في حالة عدم لعب أي مؤجلات، وحاجب لكم بقى كاملا ولكن عدم استكمال بطولة الدوري العام المصري في حالة عدم لعب إذا تم تأجيل أي مباريات لما بعد بطولة الأمم الأفريقية. نمرة 2، عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد انتهاء كافة المؤجلات في الدوري العام المصري. رقم 3، الرفض القاطع للعب لإقامة مباريات الأسبوع الأخير في الأسبوع 34 إلا في توقيت واحد. نمرة 4، عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال فترة المباريات المؤجلة في الدوري إذا تم تنفيذ هذه الطلبات. رقم 5، مطالبة اتحاد كرة القدم بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية سواء في الدوري أو في كأس مصر خلال الفترة القادمة. إذن خمس قرارات لمجلس إدارة النادي الأهلي بعد هذا الاجتماع الطارئ. أستاذ عصام، رأي حضرتك؟ يعني كده وصلنا. انت كنت عايز تسال الاستاذ شريف في ايه؟ هي عدم استكمال، خلاص وضحتها انت وبانت، انا ما كنت سمعت كويس واضح حضرتك ما شاء الله يعني اكثر تركيزا. فخلاص هي عدم استكمال، الاهلي لن يلعب اي مباريات، واضح طبعا بما فيها مباراه المقاولون طبعا الا بعد انتهاء المؤجلات، الا اذا ما قرر اتحاد كره القدم أن تنتهي المسابقة زي ما كنا بنناقش وزي ما دخل علينا مندوب الأندية أو مسؤول الأندية. تمام. وبالتالي أعتقد أن دي قرارات يجب أن تكون واضحة جدا 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 أنها تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأنه زي ما الكباتن قالوا وأعتقد أن كلكم بتوع كورة غير شغلتكم الإعلامية أنه هناك وقت لإنقاذ هذه المسابقة والإبقاء على فرص متكافئة للجميع كما طلب النادي الأهلي وكما أكد أغلب عام الذين تحدثوا أولا مع الإعلام عموما، ثانيا حتى من خلال حلقة كابتن إسلام من مسؤولو الأندية وقالوا كل ده. حتى في مباراة الكأس أنا شايف أن مجلس إدارة النادي الأهلي عمل حاجة كويسة جدا لما قال انه ما عندوش مشكلة هيلعب مباريات الكأس عشان ما يتقالش أنه هناك مباراة معلقة بوضوح شديد. كابتن شريف يا كابتن بلال، النادي الاهلي بيقول ايه؟ مش مبارياته يعني، ما بيتكلمش بصيغه فرديه، الدوري من عشان كده بيتكلم بصيغه فرديه. لا وانا حضرتك وانا بقول لك ايه جماعيه، ما انا بقول لحضرتك الاهلي يتحدث عن مسابقه الدوري ويؤيده مش يؤيد قراره بما يشير ان كل الانديه سواء اللي ذهبوا النهارده الاجتماع او فرادى اللي تحدثوا مع حضرتك ومع المواقع ومع الجرايد، الكل يرى ان انقاذ المسابقه ووضع مكياج للكره المصريه يليق بالموديل، لان الموديل اللي طالع في بدايه امم افريقيا هو مونديال على ارض مصر، صدقوني هو مونديال على ارض مصر ان شاء الله وحاجه تشرف. وبالتالي
هناك ما يمكن انقاذه على فكرة، الموضوع ما يخوفش. ده رأيي بالنسبة للقرارات دي. كابتن شريف برضو أخد رأي حضرتك في قرار الحقيقة زي ما تفضلتوا ده قرارات طبيعية جدا تحل أي حاجة موجودة دلوقتي إرشادية، خريطة الطريق لل... أنا مش شايفها عزمة الحقيقة خالص. حكاية أن احنا لو الكام كلمة اللي اتقالوا دلوقتي خمس قرارات اللي طلعوا دول طبيعيين جدا فير بلاي زي ما كنا قاعدين بنتكلم، احنا طرحناهم قبل ما نقعد ونتكلم ونشوفهم. مش شايف فيها غربه، يعني انا مش شايف اي غربه موجوده في هذه القرارات على مستوى الانديه كلها. صحيح، يعني ده حق كل نادي الكلام اللي اتقال بهذه القرارات. فانا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه انه وضح ان الحكايه سهله يا كابتن اسلام. نعم الحكايه سهله جدا، ان هم هو ده الحقيقه وملهاش دعوه باصطدامات باي حاجه ثانيه. ده سهوله التعامل في قرارات زي ده. وكان كمان البيان اللي طالع او القرارات اللي طالعه ومن قبلها البيان الموضح لهذه القرارات الحقيقه بيان شافي ووافي بكل الامور. يعني خليني اقراه لكم. تعرف يا كابتن كمان لو حضرتك اضفت قبل ما تقرا حتى الكابتن بلال هيقول نفس الكلام. طب عارف الاهم من كل ده ان شاء الله لما تستعرض ده، لو حضرتك راجعت مسؤول الانديه حتى بما فيهم اللي خارج المسابقه هيستحسنوا الحلول دي. طبعا طبعا. استعرض مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه الطارئ الليله برئاسه الكابتن محمود طيب موقف النادي من المواعيد الخاصه ببقيه الدوري العام المصري والتي اعلن عنها اتحاد كره الكره مؤخرا، وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدا تكافؤ الفرص والعداله بين الانديه المتنافسه سواء في المقدمه أو التي تصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز. طيب، وللمزيد من هذا الموضوع خلينا نروح للأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، وطبعا معانا على الهواء مباشرة. أستاذ شريف، خمس قرارات هامة جدا، ولكن طبعا القرارات مهمة جدا، ولكن الحقيقة البيان التوضيحي اللي هو قبل هذه القرارات أعتقد أنه هو بيان شافي ووافي، والنادي الأهلي بيتكلم بصيغة جماعية حرصا على استكمال مسابقة الدوري العام بشكل كامل. مساء الخير مجددا كابتن إسلام، تحياتي لحضرتك مرة أخرى ولضيوفك الكرام في الاستوديو ولجمهور النادي الأهلي عبر شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما حضرتك تفضلت واسمح لي أثني على هذا الكلام، النادي الأهلي لا يصدر أبدا المشكلة. النادي الأهلي أحرص مؤسسة في مصر على استكمال الحقيقة مسابقة الدوري العام والكأس أيضا، طالما هناك رغبة من اتحاد الكرة المنظم لهذه المسابقة في استكمالها. النادي الأهلي يتعاون مع جميع عناصر منظومة كرة القدم من أجل الخروج بموسم رياضي يليق بمصر، مصر الكبيرة في عصر الحقيقة بيعاد بنائها على كل المستويات، والرياضة جزء أصيل ولا يتجزأ من بناء هذا الوطن، خاصة أن لها تأثير كبير على حالة المزاج العام لجماهير كرة القدم بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص. فالنادي الأهلي زي ما حضرتك تفضلت كان فيه الحقيقة شرح استهلالي، يعني مجلس الإدارة استعرض فيه ما تحمله النادي الأهلي جراء تلاحم البطولات خلال المواسم الثلاثة الماضية ومشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خصوصا العامين الآخرين اللي انتهت في بطولة في نوفمبر وبدأت على طول بعدها بأسبوعين البطولة الأخرى التي تختتم بالمناسبة أو بتلعب مباراة الذهاب حاليا وانا اتحدث اليك، او ربما تكون انتهت وكنا نتعشم ونتمنى وجود النادي الاهلي في النهائي. الحقيقه انه ما حدث النادي الاهلي ارتأى ومجلس ادارته انه بيخالف يعني مبدا تكافؤ الفرص، ومش عايز اقول الكيل بمكيالين لكنه يخالف قواعد اللعب النظيف زي ما البيان عبر عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، ويخل بمبدا تكافؤ الفرص بين كل الانديه. وبالتالي النادي الاهلي لم يطلب الا تحقيق مبدا تكافؤ الفرص. النادي الاهلي لا يلوي ذراع احد ولا يطلب أكثر من حقه، ولكنه مطالب، مجلس إدارته مطالب أمام جمعيته العمومية اللي قوامها أكثر من 150 ألف عضو يتحمل أمانة الدفاع عن حقوق النادي أمامها، بالإضافة إلى جماهيره العريضة اللي بتمتد من المحيط إلى الخليج وهي الجماهير الأكبر في الشرق الأوسط، هو مطالب بالحفاظ على حقوق النادي.
بعد الحقيقة أن تم استعراض كل هذه المعطيات كانت القرارات الخمسة الأخيرة. وأنا بعتقد وربما ضيوف الاستوديو بعد أن يحللوا هذه القرارات إنه فيها قدر كبير أيضا من المرونة والرغبة الحقيقية في استكمال بطولة الدوري واستكمال الكأس أيضا. يعني الحقيقة أن النادي الأهلي لديه الرغبة في استكمال بطولة الكأس إذا رغب اتحاد الكرة في التوقيت اللي هيتم فيه لعب المباريات المؤجلة والأسابيع اللي مش هيكون عند النادي الأهلي فيها مباريات. وبعتقد أنه هذه يعني موقف يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي الراغب في استكمال كل المسابقات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية أو الدوري العام قبل الأمم الأفريقية. وفي حال لعب بعض مباريات المؤجلة للأندية التي لها مباريات مؤجلة النادي الأهلي ليس لديه أي مانع في لعب مباريات الكأس. وبالتالي الكرة الآن في ملعب الاتحاد الكرة المطالب يعني استكمال هذه البطولة طبقا للمعايير وقواعد اللعب النظيف والاتحاد الدولي في مثل هذه المسابقات. تعلم كابتن إسلام أن معظم دول إفريقيا أو كل دول شمال إفريقيا تحديدا المغرب وتونس قررت الانتهاء من الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقرر أن تستضيفها مصر، وإن شاء الله تخرج بشكل يليق باسم مصر بحضور جماهيري كبير وبتنظيم يليق، خصوصا أن هناك جهود كبيرة نتابعها الحقيقة عن كثب في الاستادات والاستعدادات للاستقبال وحتى يعني عملية تنظيم دخول الجماهير وموقع تذكرتي، حاجة محترمة. مصر لما بتقرر تعمل حاجة الحقيقة بتعملها، فالتحية واجبة. وقلنا قبل كده وبنقول وهنقول أنه النادي الأهلي بكل كوادره وبكل إمكانياته هو في خدمة الدولة المصرية ومنظومة الرياضة المصرية للخروج بهذه البطولة إن شاء الله على أعلى مستوى. فبالتالي هذه القرارات تحفظ حقوق النادي الأهلي وأيضا معظم الأندية التي تصارع ربما للحصول على ترتيب متقدم أو حتى التي تصارع للهروب من الهبوط من دوري الممتاز. نحن نطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية. طيب أستاذ شريف معلش قبل برضو ما أسيب حضرتك عايز أسألك سؤال، وده سؤال مهم جدا، لأنه هل النادي الأهلي عندما نظر إلى هذه الأمور عندما قرر هذه القرارات الخمس قرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، هل كان هناك رغبة في زيادة احتقان مع أحد أو شيء من هذا القبيل، ولا كان هناك فقط النظر إلى المصلحة العامة كعادة النادي الأهلي؟ تعلم كابتن إسلام ومصر كلها تعرف من أقصاها إلى أقصاها أنه مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي نهجوا الحقيقة عدم تصدير المشاكل وعدم الاصطدام بأي مؤسسة أو بأي نادي. وهناك تجارب عديدة ربما الحقيقة يعني كنا نخضع كمنتمين لهذه المنظومة شديدة الرقي والانضباط إلى انتقادات عدة من بعض الجماهير خاصة صغار السن المتحمسين اللي كانوا بيطالبوا مجلس إدارة النادي الأهلي باتخاذ قرارات أكثر عنفا، رد الحقيقة على هجوم البعض أو بعض القرارات التي لا تصب في مصلحة النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب اتسم طوال الفترة الماضية الحقيقة بسياسة ضبط النفس، بالترفع عن الانزلاق إلى أي مهاترات، بالبعد عن فكرة الاحتقان والعمل على تجنب الإثارة والاحتقان، لأنه يدرك أنه هناك جمهور كبير وشباب صغير هو مثار بطبعه وله رؤية تختلف عن رؤية المسؤولين. عادة من يقبع على يعني كرسي المسؤولية زي ما بنقول تكون يده أو يده في النار عكس من يرى الصورة من الخارج. وبالتالي لا يمكن أبدا لأي شخص أن يتهم مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه يصدر المشاكل أو يبحث عن احتقان. بالعكس النادي الأهلي تحمل الكثير والكثير من الضغوطات ودفع ثمنا قاسيا الحقيقة لهذا الترفع ولهذا التعاون. كل ما نتمناه أن يعني متخذ القرار في اتحاد كرة القدم أو غيره أن يضع نفسه محل مجلس إدارة النادي الأهلي وأن يدرس المعطيات والمناخ العام الذي يتم فيه اتخاذ مثل هذه القرارات. في كل ما سبق من قرارات تتعلق بمجلس إدارة النادي الأهلي كان النادي الأهلي يلجأ إلى مثل هذا النوع من القرارات بعد أن يفيض به الكيل وليس لديه خيار
إلا وضع الأمور في نصابها. وعلى الرغم من ذلك هذه القرارات الخمسة كابتن إسلام لا تلوي ذراع أحد، لا تطالب بأكثر من حق النادي الأهلي، لا تصدر المشاكل، لا تبحث عن احتقان. هذا يعني مطلب عادل ومشروع جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، ليس فقط حفاظا على حقوقه ولكن حفاظا على منظومة الرياضة المصرية وعلى مسابقة الدوري العام التي تعد في مهب الريح بسبب بعض السياسات التي يعني نرى انه فيها ميل او مجامله لطرف دون الاخر. قبل ما حضرتك تكون معايا على الهواء مباشره لإذاعة هذه القرارات، كان معايا حوالي 4 أو 5 من رؤساء الانديه والمشرفين العام على كره القدم في الانتاج الحربي وفي حرس الحدود وفي المقاولين العرب. الكل الحقيقه بيجمع على انه يجب ان يكون هناك انتهاء لمباريات، او كانت تقريبا هذه هي الطلبات التي تم اتخاذها من مجلس اداره النادي الاهلي تقريبا فيما يتوافق. اعتقد انها توافقت مع كل الطلبات اللي قبل ما حضرتك كمان تطلع تقول هذه القرارات، وبالتالي من الواضح ان هناك الصيغه الجماعيه في هذه القرارات، وهو الشيء الاهم. النادي الاهلي بينظر طبعا الى مصلحه النادي الاهلي، ولكن قبل ما ينظر الى مصلحه النادي الاهلي فهو ينظر الى المصلحه العليا للبلد، وهي استكمال الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. صحيح، تمام. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احد عايز يسال الاستاذ شريف اي حاجه؟ معاك تماما يا كابتن اسلام، ومصلحه مصر وزي ما قلت لحضرتك الدوري العام والمسابقه في المقام الاول. لا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب حد عايز يسال الاستاذ شريف اي حاجه؟ لا انا بس يعني بشكره هو تحديدا على عظيم اللغه الحقيقه طبعا. في الشرح الاستهلالي، لانه الحقيقه لا يوجد اي سمت حرف مش جملة مزبوط. تدعو لأن حد يقول صدام، بالإضافة للي استشرقناه مع مسؤوله الأندية أنه ده مطلب جماعي لإبراز وجه مصر اللي فيها حاجة عظيمة اسمها تذكرتي، اللي فيها أونلاين هيتاخد منه البطولات قادمة. والنهاردة منظومة زي النادي الأهلي بتبحث عن وجه مشرق لمسابقة عظمى اسمها الدوري العام، اللي هي ليلة المفروض تبقى سعيدة لو أحسن تدبير الأمر زي ما حضراتكم قلتوا، وزي ما السيد شريف الحقيقة زميلنا المحترم قال وشرح، وده شرح محترم منه طبعا. وأنا كنت قاصد أسأله سؤال الاحتقان ده تحديدا. صحيح. علشان يصل للجميع. أيوة. يصل للجميع مرة تانية أن النادي الأهلي هو من ينظر إلى المصلحة العليا أولا ولا ينظر إلى أي شيء آخر. النادي الأهلي لا يبادر بأي شيء أو لا يبادر بإطلاق المشاكل زي ما الناس كلها أو ناس معينة هي اللي شايفة هذا الموضوع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دائما الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا على الحقيقة اللغة المحترمة والكلام المحترم وكل شيء جميل من الأستاذ شريف فؤاد. فبالتالي هي 5 قرارات هامة جدا. الاستهلال اللي قاله الأستاذ شريف فؤاد أعتقد أنه شيء محترم جدا، ولكن 5 قرارات نعيدها على حضراتكم مرة أخرى. عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم بما يضمن راحة لاعبيه اللي بندفع دي من عندي أنا بقى، اللي بندفع فيهم فلوس قد كده علشان ياخدوا دوري وياخدوا بطولة أفريقية وكذا وكذا وكذا، فلازم يبقوا مستريحين علشان يلعبوا بشكل كويس. وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد تفاديا لما تحمله النادي الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. وده أهم قرار طلع اللي يعني الجماهير كلها كانت عايزه تعرف هذه النقطه الحقيقه. نمره 2، عدم خوض بقيه مباريات الدوري الا بعد الانتهاء من اقامه كل المباريات المؤجله لكافه الفرق قبل انطلاق مباريات الاسبوع ال 34 للدوري، قياسا بما جرى مع النادي الاهلي بخصوص العامل الزمني واللي انا شرحته لحضراتكم مفصلا عند اداء مبارياته المؤجله في السابق. نمره 3، الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء. رقم 4، عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. رقم 5،
مطالبة اتحاد كرة القدم بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كافي طبعا للتجهيز والإعداد للموسم الجديد. خارطة الطريق يضعها مجلس إدارة النادي الأهلي لما يحدث أو لما سوف يحدث خلال الفترة القادمة بعد ما حدث خلال الفترة السابقة. أنا يعني ملهاش حل غير تتقال غير كده، لأن الحقيقة خلال الفترة السابقة حاجات كتيرة جدا النادي الأهلي، أنا آسف يا جماعة، لكن النادي الأهلي لعب من يوم 22 نوفمبر حوالي، أنا هعدهم بس لحضراتكم، يعني يا استاذ عصام اعتقد كابتن شريف احنا سالنا استاذ كابتن بلال، يعني اعتقد ان قرارات لمجلس اداره النادي الاهلي قرارات مهمه وقرارات حاسمه في وقت رائع. بص دايما الشخصيه الكبيره بتاعه النادي الاهلي بتكون موجوده في التوقيت المناسب يعني، وده اللي احنا طول عمرنا اتعودنا عليه يا كابتن. مظبوط. من خلال واحنا كمان كنا لعيبه وبعد ما بطلنا لعيبه بنلاقي ان طالما في وقت انك تاخد فيه قرار بتاخد فيه القرار المناسب. يعني انا مش هقول تحيه لمجلس الاداره ولا ولكن هو ده اللي احنا تعودنا عليه يا اسلام طول عمرنا. نعم. يعني نعم. وقت ما يبقى فيه حق النادي بتحس ان هو هيهدر فلازم يكون في وقفه كبيره من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي حصل النهارده يمكن استكمالا للمسيره الكبيره اللي حصلت قبل كده مع بقيه مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن عايز اقول الاهلي مش بيطلب حاجه غير الفير بس، انك انت يبقى عندك في عداله، وده اللي اتكلمنا فيه يمكن قبل القرارات، ان الاهلي بيطالب بالعداله فقط لا غير ما بينه وما بين باقي الانديه. العداله في انك انت تحافظ على لعيبتك زي ما انت قلت، تحافظ على الفلوس والقيم الماديه الكبيره جدا اللي بتدفعها لكل اللعيبه، انك تحافظ على مكانه اللعيبه اللي موجوده عندك. انا عندي لعيبه يا جماعه تنتهي عقودها في 31/5 زي ما انت قلت، انا عايز انهي الدوري قبل انتهاء باقي العقود، عايز كمان اتفرغ للتعاقد مع لاعبين جدد، عندي لاعبين هيتم استعادتهم من الاعاره مره ثانيه، لازم دول هل دول هيكون موجودين مع الانديه ولا لا؟ الحاجه الاهم برضو ان الاهلي النهارده بيطالب بانك يكون في عداله ما بين كل الفرق وبعضها، ان النهارده المفترض اصلا يا كابتن في كل بلاد العالم انك اخر ثلاث مباريات كل الانديه بتلعب مع بعضها، مفيش نادي بيلعب ونادي التاني بيريح الا هنا في مصر. الاهلي برضو النادي الاهلي بيطالب ايضا بان المباراه الاخيره الاسبوع الاخير يكون كل الفرق بتلعب مع بعضها، وده حق مشروع. النهارده في خمس ست فرق بيصارعوا من اجل البقاء في الدوري العام، هل دول ممكن فرقه تلعب وفرقه تستنى؟ طب الفرقه اللي خلاص ضمنت البقاء ما هتلعب مع الفريق المنافس بشكل مختلف، بلعيبه مختلفه، هتريح بعض اللعيبه. فالنهارده القرارات اللي طالعه دي اعتقد ان هي قرارات حاسمه من وجهه نظري يعني، واعتقد ان النادي الاهلي هيصر على هذه القرارات وان القرارات دي هتتفعل من خلال مجلس اداره النادي الاهلي. وتحيه كبيره جدا على فكره يا اسلام، لان انا واحد من ضمن اللعيبه تمام اللي كنا دايما لما بيحصل في حاجات احنا اللي بنتاذي، اللعيبه اللي بتتاذي، اللعيبه اللي بيحصل عندها المشاكل الكبيره. يعني لما انت تستكمل موسم وتلعب من الموسم اللي بعديه، ما انا عندي فرصه كمان، يعني انا ما اصبحتش عندي فرصه ان انا اؤدي بشكل كويس، ان انا يعني حته تلاحم المواسم مع بعضها بتخلي اللعيبه تفقد كتير جدا من مستواها الطبيعي. لو بعدين زي ما بقول لك، زي ما بنقول يا استاذ عصام كابتن شريف، احنا دلوقتي اللعيبه بتسال يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا مش عارفين. وبعدين حتى لو هيستنى 55 يوم ولا شهر ولا شهرين، الشهرين دول يا جماعه والله بجد انا بتكلم من منطلق ان الواحد يعني لسه مبطل ما بقالوش 7-8 سنين، هقعد افكر في ايه انا في الشهرين دول؟ تمرين ايه اللي هروح اتمرنه؟ المفروض ان انا اكون واخد اجازه وقاعد مع اولادي في البيت. تمرين عشان ماتش واحد، عشان ماتش واحد وبعدين ترجع تريح تاني. انا مش عارف يعني اي منطق من الكلام ده. بالمناسبه الانديه بتشتغل يا عصام جمالها طول السنه في ايه؟ انه الكابتن بيتكلم على 55 يوم والكابتن بيقول عشان ماتش، مش مثلا عشان داخل عليك بقى البطوله. انا عايز اقول لك على حاجه، ان الانديه دي شغاله بقى قد ايه دلوقتي؟ ثلاث موسمين متلاحمين، مش كده؟ خاصه النادي الاهلي يعني اللي هو ثلاث مواسم، اللي هو بيحفظ حقه المشروع في ان لعيبته تبقى يعني بيشتري لعيبه في الميركاتو الشتوي، بيجدد، بيحصل له مشاكل، شكل المسابقه نفسه ما بتساعدش اي حد بالظبط انه ينجز اداريا وفنيا واي حاجه تساعد في الاخر اللي بتصب
على بطوله الامم الافريقيه او كاس عالم تصفيات كاس عالم او اي حاجه. الحكايه دي مش مساعدانا ولا مساعده الدنيا كلها، فحق مشروع جدا للنادي الاهلي ان هو يدافع. كابتن شريف دافع عن حقه لعيبته زي ما انت بتتفضل. بالمناسبه هو النادي الاهلي ما بيدافعش عن حقه، عارف النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بيطالب بحق بحقه. هو ما بيعملش مشروع حاجة. ده بيقول لك انا حق المشروع الطبيعي. هو لما كانت الانديه الاخرى لما كانت بتلعب بتقول لك انا مش هلعب المؤجلات غير لما الاهلي يلعب. انا عندي جمله اشمعنى دلوقتي؟ اسلام انا عندي جمله. طب احنا عايزين نلعب احنا كمان. انا عندي جمله مؤمن بيها. الاهلي ارتضى في شهر ديسمبر برضه، ده الاحصائيات اللي ما بتحصلش. ما هو ده انا لسه قايل. ارتضى في ديسمبر بسبع ماتشات، وفي يناير 6، وفي فبراير بسبع ماتشات تاني، الثمان ماتشات 8 واثنين اتأجلوا. ما انا بقول لحضرتك لا ارتضى يعني ارتضى باللعب 28 يوم فترات طويله اللي كنت بقول لحضراتكم خليكم شهود كنجوم فنيين ان اوروبا هو ده رايح تلعب في بطوله قاريه لعب لي الدوري في النص انا ماليش دعوه. فالاهلي ارتضى بده. لا يعني انا عايز اقول لك على حاجه، البوكسنج داي في الدوري الانجليزي استمر كل يومين البوكسنج، كل الفرق مرتضيه عشان خاطر تنهي الدوري. مش عاوز انتحار. في حاجة بتضايق الناس يعني من حيث بينتهي النادي الأهلي، لازم كل الحالات تبتدي بقى، يعني النادي الأهلي عارف حدوده وأنت بتعاقبني إن أنا راجل عارف شغلي من أول. والله أنا أول سؤال أنا سألت الأستاذ شريف فؤاد هذا السؤال تحديدًا، لأن أنا عارف اللي هيطلع يتقال الثلاث كام ساعة اللي جايين دول، يطلع يقول لك النادي الأهلي عايز يعمل ناس معينة يعني، النادي الأهلي وفين مصلحة المنتخب وفين أول حاجة إحنا قلنا الأساس بتاع هذا الموضوع هو مصلحة منتخب مصر. مصلحة منتخب مصر ان احنا واقفين كلنا كأهلوية وككل الناس واقفة في ظهر منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة، ولكن زي ما الأستاذ عصام قال وزي ما الكابتن شريف قال وزي ما الكابتن بلال قال ان الفترة القادمة يجب ان ينتهي الدوري العام قبل بداية الموسم او قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. اخيرا أستاذ عصام لو عايز تقول كلمتين. انا اللي عايز اقوله انا بقى بالنسبة لي كمواطن مصري وشغلتي هي الإعلام الذي يجب ان يكون ناقل حصري جدا لاصحاب الحقوق الحصرية المواطن والمواطنة المصرية، ان ما يحدث يجب استكماله لانه ده اللي هيبرز جهد دولة عملت في خمس ست شهور اللي بتعمله دول يا جماعة في سنتين وتسعة اشهر اللي هي أمم أفريقيا. فلما مصر تشتغل على مشروع عملاق يطلع فيه فان اي دي وفان زون وتذكرتي مشروع عبقري والشاب توت ده حكايه بالملاعب. الملاعب دي قدرات طبيعيه لشركاتنا الوطنيه ومؤسسه قوات مسلحه واداراتها الهندسيه توافقا مع المسؤولين. ابراء بقى الذمه من اهل الكوره اللي الدوله اشتغلت لهم على كل الملفات دي ان يكون الدوري في شكل يليق بمصر اللي هتفتتح مونديال افريقيا بثمان منتخبات اضافيه الحقيقه، ده حق مصر على كل الناس اولهم الاب الشرعي لكره القدم اتحاد الكوره الحقيقه، وبالتالي بالفعل حل نموذجي وعبقري يبنى عليه. اكدوا يا جماعه لو حضراتكم فاكرين مش اقل من خمسه من الساده المسؤولين في الفرق، اكدوه قبل خروج البيان. سبحان الله سبحان الله. نفس طيب. المطلب تقريبا. نتمنى يا رب كل التوفيق كابتن شريف. اخيرا لو عايز تقول بدون صوتي بدون استاذ عصام كلام منظم وواصل، وحتى بعد القرارات اللي طلعت دي واصله وبسيطه جدا للناس انها روشته بقى خفيفه تطلع من الازمه اللي انت عملتها ازمه، وهي مش ازمه الحقيقه، هي حق مشروع لجميع الانديه على فكره اللي هي موجوده وليس للنادي الاهلي فقط. النادي الاهلي فقط. اتمنى بس التوفيق لانه فعلا فوز الزمالك هيريح الشارع المصري. انا قلت لك اول ما عدت في الجزء الابيض منه طبعا، وهيبقى شيء مبهج، هتكون حاجه جميله باذن الله، وهتبقى بدايه حلوه في شهور داخله على البطوله، فده هيعمل اريحيه الكابتن شريف لقطها. برافو عليه يعني. والكابتن احمد حاسس ان الشارع المصري هيهدى شويه. تمام كابتن بلال. انا تحيه تقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، التدخل في التوقيت المناسب يعني حاجه تحسب لمجلس النادي الاهلي. اه طبعا يعني تمام، وقرارات لصالح النادي الاهلي، كل مؤسسه بتشتغل لصالح البلد زي ما قال الاستاذ اصلا. ايوه. ثم لصالح مصلحتها الشخصيه اللي هي لصالح النادي الاهلي. القرارات اعتقد لصالح مصر وايضا لصالح النادي الاهلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في قراراته، وان شاء الله يكون في حسن استماع من اتحاد كره القدم المصري. يا رب. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وزي ما قلنا خارطه الطريق للنادي الاهلي بعد خمس قرارات او خمس قرارات من مجلس اداره النادي الاهلي كبدايه لخارطه الطريق خلال الفتره القادمه. نتمنى ان يستمع اليها الجميع كالعاده، لان النادي الاهلي زي ما كل ضيوفنا قرروا وقالوا
أهم حاجة بالنسبة له هي المصلحة الأولى أو المصلحة العليا للبلد، ثم مصلحة النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي. وبالمناسبة احنا هنكون موجودين مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 10 مساء ومرة أخرى مع ملعب الأهلي، استكمالا بقى لردود الأفعال واللي هيحصل خلال الفترة القادمة أو من دلوقتي لغاية بكرة. عموما كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذه القرارات الحاسمة والتوقيت الحاسم زي ما كابتن بلال قال. نتمنى رب كل التوفيق وأن يستمع الجميع لصوت العقل. إن شاء الله إن شاء الله دوري يستكمل قبل نهاية أو قبل بداية كأس الأمم الأفريقية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر ضيوفي الكبار أستاذ عصام شلتوت تشرفنا ونورنا النهاردة، شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معنا، شكرا جزيلا يا كابتن بلال، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وإن شاء الله ما تنسوش بكرة معادنا في تمام الساعة 10 ومرة أخرى مع ملعب الأهلي.